السلام عليكم، اهلا بكم. اخر كلام وحلقه جديده على شاشه مكملين. لما اتنين بيتكلموا مع بعض وواحد متضايق من حاجه والتاني بيحاول يعني يخفف عنه، فبيطبطب على كتفه ويقول له معلش. تطورت المعلش في الثقافه المصريه واصبحت من الطبطبه للسخريه. يعني ايه للسخريه؟ ان انت مثلا حد بيتكلم معاك في حاجه، مثلا الاهلي والزمالك بيلعبوا زي ما يلعبوا يوم السبت كده، ومثلا الاهلي كسب 6-1 ولا 5-0 ولا مش عارف كام، ويجي واحد زملكاوي يقول لك ما هو لا اصله التحكيم واصله مش عارف ايه، فتقول له معلش. فانت هنا مش بتطبطب عليه، لا انت هنا بتستفزه اكتر يعني. او العكس، الزمالك كسبان برده 3 ولا 2 ولا مش عارف ايه، ويجي واحد اهلاوي يقول له كذا فيقول له معلش. بين الراجل ومراته مثلا، يعني مثلا في حاجه بايظه في البيت ومش عارف ايه وبتاع، ومراتك بتزن عليك جامد فتقول لها معلش. فتحولت معلش الحقيقه لكلمه كويسه كانت الناس بتطبطب على بعض بيها، لكلمه سيئه السمعه. اصبح اللي بيقولها انسان مستفز او انسان سمج او انسان عنده لا مبالاه او انسان مش فارقه معاه الدنيا او انسان بيتريق على اللي قدامه فبيقول له معلش. كان يعني السيره الذاتيه لمعلش بتنتقل من مرحله لمرحله حتى خرج علينا اول رئيس يونس شلبي في تاريخ مصر عبد الفتاح السيسي النهارده بيقول للشعب المصري معلش. نتابع. اوعى ابدا يا اهل مصر حاجه تاثر فيكم ولا حد يتكلم يخوفكم ويقلقكم ابدا. بس انا بقول للرجال وبقول كمان للمراه المصريه، كلنا مع بعض كده نحط ايدينا في ايدين بعض وننظموا اكتر معلش واستحملوا اكتر معلش، بس ويخليكم ربنا يخليكم انتوا ويحميكم ويحمي ويبارك فيكم امين يا رب. راجل لطيف، راجل والله دمه خفيف جدا، راجل حنين، رئيس جميل يا جماعه. انا مش عارف الناس ما بتحبوش ليه، ومش عارف الناس عايزاها تمشي ليه. يعني تخيلوا كده مصر من غير السيسي كان هيبقى حالها ايه؟ طب هنضحك على مين؟ طب مين هيمعلشنا يا جماعه؟ يعني كيف تعيش دون المعلش بتاعه سياده الرئيس؟ ازاي يا جماعه نستحمل مثلا غلاء الاسعار من غير السيسي هو بيمعلشنا؟ عبد الفتاح النهارده طالع يمعلش الشعب المصري، معلش الاسعار غاليه، معلش صرفنا مليارات واهدرنا المال العام في الترع وطلعت في الاخر ملهاش لازمه، معلش سد النهضه اثيوبيا بتعمل الملء الرابع واحنا ودينا المصريين في داهيه، معلش الدولار ركب على الجنيه ومش عارفين هيوصل لكام، معلش انا رئيس فاشل ومش عارف ادير ومش عارف اعمل حاجه، معلش السعوديه امبارح بتدينا بالقفا وبتقول لك مش هندعمكم تاني وخلاص ما بعتش فيه اي فلوس مباشره ومساعدات مباشره، معلش صندوق النقد بيقول لنا مش عارف دي الشروط بتاعتي ولازم تغلوا الطاقه على المصريين، معلش. فعنوان المرحله يا جماعه هي مرحله المعلش، معلشوا بعض. لما تحس ان الاسعار غاليه عليك وترجع لمراتك كده ايديك فاضيه، ايد ورا وايد قدام زي ما بيقولوا، تقول لك فين الاكل؟ طب هنطبخ ايه؟ طب العيال؟ قول لها معلش، سياده الرئيس قال لنا معلش النهارده فاحنا لازم نمعلش بعض. لما تنزل تركب المترو تلاقي التذكره غاليه لانه غلى البنزين عشان صندوق النقد قال له لازم تغلي البنزين، وانت مش معاك فلوس فتروح ماشي او ما تروحش اصلا، فمعلش نفسك. طول ما انت ماشي في الطريق قول لنفسك معلش. سياده الرئيس طلع النهارده وقال لنا كلنا معلش. معلش الحقيقه مش هقدر ان انا اكمل مع السيسي كتير واضيع موضوعات مهمه في الحلقه، فمعلش استحملونا للساعه الثانيه عشان نمعلش بعض في الاتصالات ونطلع كلنا، انا اقول لكم معلش وانتوا تقولوا لي معلش، ونشوف المعلش بتاعه السيسي دي هتوصلنا لفين في الساعه الثانيه في الاتصالات. لكن خلينا نبدا مباشره في الاجانب او الصحافه الاجنبيه اللي بتمعلش السيسي على طريقتها. ما هو لما تطلع شبكه سي ان ان تتكلم امبارح في تقرير من صحفيه شغاله في سي ان ان تعمل تقرير عن رجلين الفراخ، فسي ان ان هنا بتقول لسيسي معلش بس بطريقتها الخاصه. طلعوا لنا يا جماعه الصوره على الشاشه اهو، هنا السي ان ان بتتكلم على ليه مصر بتطالب الناس بتوعها او الشعب المصري ان هم ياكلوا رجلين الفراخ. لما شفت التقرير الحقيقه انا والله من امبارح وانا في حاله كده من الحزن. ليه؟ صوره السيسي اللي عرضتها امبارح وهو قاعد مع بن زايد والامير بتاع قطر والناس بتوع البحرين والمش عارف ايه وعمان، قلت ان الصوره دي ممكن الناس تتريق عليها، قلت ان الصوره دي ممكن تبقى كوميك والناس تتبسط. بس انا الحقيقه كمواطن مصري الصوره دي اذتني نفسيا، لان مصر اكبر من كده، مصر اكبر من العار ده. برضه الحقيقه لما اقرا السي ان ان وهي بتتكلم على ان مصر بتدعو شعبها ياكل رجلين الفراخ،
فده تقرير مزعج بالنسبة لي، ما هوش حاجة أنا مبسوط بيها ومش حاجة أنا فرحان بيها، لا دي حاجة مؤلمة جدا وحاجة مزعجة جدا وحاجة تضايق جدا وحاجة تخليك تتحسر على بلدك وعلى قيمة بلدك وعلى ناسك اللي موجودين في مصر. إن CNN واحدة من أهم الشبكات الإخبارية في العالم بتعمل تقرير عن مصر فبتتكلم على رجلين الفراخ، وليه الحكومة عايزة الناس يأكلوا رجلين فراخ؟ تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل تقرير CNN عن الحكومة المصرية ورجلين الفراخ. طيب، عصر أرجل الدجاج، مصر في زمن السيسي، المصدر CNN بيزنس. مصر هي أكبر دولة عربية سكانيا، بتعيش أسوأ أزمة في العملة على مدار تاريخها، بتعاني من أعلى نسبة تضخم على مدار التاريخ. بيقول التقرير أن كيلو الفراخ بسبعين جنيه، والحكومة بدأت تدعو المواطنين أن هم يأكلوا رجلين الفراخ، وأصبح كيلو رجلين الفراخ في مصر عشرين جنيه. منورين CNN يا جماعة، معلش يا فخامة الرئيس، والله إحنا أسفين على الإزعاج بمناسبة المعلش اللي أنت طالع تقولها لنا يعني، فإحنا بنمعلشك والله، فضحتك بجلاجل. CNN بتقول أن أنت حكومتك الناس اللي معاك بيدعوا المصريين أنهم يأكلوا رجلين فراخ، وكيلو رجلين الفراخ وصل أنه بقى بعشرين جنيه. بتقول CNN، وعايز بس نركز مع بعض على حاجة كده، أنتوا تعودتوا معانا في آخر كلام، ويمكن حتى اللي متابعني في القناة على اليوتيوب، أنه قصة الصحافة الأجنبية أو الناس بتقول علينا إيه، احنا دايما بنتكلم فيها معاكم بشكل سريع وبشكل مفصل. يعني عايزكم تبداوا تركزوا كده من 3 ايام فاتوا او من 4 ايام فاتوا، سواء في البرنامج او على قناتي على اليوتيوب، الحاجات اللي ليها علاقه بالصحافه الاجنبيه اصبح فيها كذا عامل مشترك، منها الكلام على اقتصاد الجيش، منها تفصيل الازمه وتشريح الازمه، ومنها السطر اللي جاي نطلع بقى الصوره تاني كده، ان المصريين يشعرون بالغضب. بدأ تقارير أجنبية تتكلم على فكرة أن الناس على حافة الصبر خلاص، وهيحصل انفجار قريب، أن المصريين بيشعروا بالغضب، أن في حالة احتقان شعبي. الكلام ده لما بيجي من برة فأنا بقولك أنه بنسبة كبيرة صح. ليه؟ لما أنا أطلع أقول الكلام ده، مدينة الإنتاج الإعلامي هتطلع تقول لا ده هو بيحرض، ده هو نفسه الناس تثور، ده هو عايز الناس تنزل الشارع، ده هو مفيش حاجة، ده الناس مبسوط. لما التقارير دي تطلع بشكل يومي عن مصر تقول إن الناس غضبانة، إن الناس صبرها نفد، إن الناس خلاص على آخرها، ده ناقوس خطر بيوصل كده عند الراجل اللي في الصورة ده اللي جنبه رجلين الفراخ وطالع يقول لنا النهاردة معلش. طيب نكمل. أرجل الدجاج بتعتبر فضلات حيوانات، ده CNN اللي بتقول كمان ان 60% من سكان مصر فقراء او على حافة الفقر، الديون بتاكل حوالي 85.6 من حجم الاقتصاد المصري، 20 مليار دولار من الاموال الساخنة خرجت من مصر. بيتكلم التقرير على النقطة التانية اللي بحكي لحضراتكم عليها، كل التقارير الاجنبية بتتكلم عنها، وهي ايه؟ وهي مدى ثراء الجيش. الجيش أصبح غني إزاي، وأصبح إمبراطورية اقتصادية عاملة إزاي، خطر الإمبراطورية الاقتصادية للجيش على الاقتصاد المصري، حجم أموال الشركات العسكرية. الثلاث حاجات دول أصبحوا عامل مشترك في كل التقارير الأجنبية اللي بتحكي عن الاقتصاد المصري بعد الأزمة الأخيرة. كل الناس بتتكلم عن اقتصاد الجيش. وتاني، السردية اللي كان النظام بيحاول يصدرها لك على مدار العشر سنين اللي فاتوا، أن القوات المسلحة المصرية هي المنقذ لانهيار الاقتصاد المصري، وأن هي الدولة اللي جوه الدولة، وأن هي الدولة اللي فوق الدولة، وأن كل مرة بيطلع فيها السيسي صاحب المعلش يقول للجيش طب معلش يا صدقي صبحي اعمل كذا، معلش يا محمد يا زكي اعمل كذا، طب معلش يا قوات يا مسلحة ادخلي في قلبان الأطفال، طب سلكوا البلعات في اسكندرية، طب اعملوا مش عارف سلعة ايه اعملوا، طب وزعوا 2 مليون كرتونة، ويطلع الناس اللي في الحظيرة تماركت لك وتبروز لك الجيش ان هو ده المخلص الاقتصادي للبلد، وان هو ده اللي خيره على البلد، وان هو ده اللي خيره علينا كشعب مصري. مش كده؟ بقالنا 10 سنين بيحاولوا يبروزوا الجيش في الحتة دي. فاحنا النهاردة بقالنا 3 أو 4 أيام تقريبا كل الصحافة الأجنبية وخبراء الاقتصاد بيهدوا البرواز ده.
وانا هنا مش بتكلم على المؤسسه العسكريه، انا بتكلم على الصوره الذهنيه اللي عبد الفتاح السيسي حط فيها الجيش في العشر سنين اللي فاتوا، ان ده المخلص الاقتصادي بتاعنا، مش اللي بيحمي البلد، لا ده اللي بيحل مشاكل البلد، ده الضمانه الوحيده ان اقتصادنا يبقى كويس، ده اللي أي مشروع عايزينه يخلص بنسلمه للجيش يا كامل في سنتين في ست شهور يا فندم، يا كامل خدوا انتوا الطريق ده، أنا خلي الجيش يعمل كذا، تمام على العين والرأس يا سيادة الرئيس، معلش طلعت أوت. إحنا بقى اللي طالعين نقول لك معلش النهاردة، الصورة اللي أنت بترسمها بقى لها 10 سنين بتتهد في اليومين ثلاثة اللي فاتوا، الجيش خطر على الاقتصاد المصري، ده مش كلام أسامة جاويش، ده كلام شبكة سي إن إن بيزنس اللي اتكلمت عنه النهاردة. طيب السيسي الحقيقة لازم نفتكر معاك وكده الكلام اللي كان بيقوله على موضوع الإصلاح الاقتصادي والكلام ده، تعالوا نفتكر مع بعض قال إيه. وهذا المشروع يستهدف 60 مليون إنسان في الريف المصري. المشروع ده بنسميه في الصحة الكريمة يستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد مش على مصر بس على العالم كله. كنا بنواجه تداعيات الفقر والحمد لله بقينا بناكل رجلين فراخ. كان ليه تصريح تاريخي ليه علاقة بالجوع اللي سي ان ان بتتكلم عنه في مصر، وهو ان الناس شبعت من الجوع. تعالوا نفتكر قال ايه. ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش. شربنا من العطش وشبعنا من الجوع لحد ما كلنا رجلين فراخ والكيلو بقى ب20 جنيه، وسي ان ان الحمد لله طلعت فضحتنا في التقرير اللي استعرضته مع حضراتكم من شوية. أحد الأذرع الإعلامية في حظيرة الدواجن في مدينة الإنتاج الإعلامي طلع اتكلم على موضوع رجلين الفراخ ده وما كانش مبسوط منه الحقيقة. تعالوا نشوف قال ايه. ده دي مواقع رسميه، دي مواقع يعني مواقع محترمه ورسميه، شروق وال24 ومصراوي ومواقع بتنقل منين؟ من المعهد القومي. لم يخطئ المعهد القومي المعلومات العلميه ولم تخطئ المواقع، نقلت عن الموقع. عن شوفوا بقى رد فعل، واللي عايز يدرس بقى عايز يدرس رد فعل على السوشيال ميديا عامل ازاي. يا الله، والنخبه بدات، يعني انا سميتها النهارده في مقال مقنقه النخبه او نخبه ارجل الدجاج، اسمها ايه؟ نخبه رجول الفراخ. النخبه دول واعلام رجول الفراخ ورئيس رجول الفراخ ونظام رجول الفراخ. مين اللي بيقول؟ CNN. CNN النهاردة بتبروز الفضيحة بتاعت نشأة وعبد الفتاح وأمثالهم، الناس اللي خلوا مصر قيمتها عند شبكة CNN ان بيتعمل لها تقرير ليه الحكومة المصرية بتأكل الشعب رجلين فراخ. معلش يا فخامة الرئيس، والله احنا اسفين على الازعاج، بس فضحتكم بقت بجلاجل. مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتنشر تقرير مهم جدا عن تراجع احتياطيات السيولة الخارجية في مصر، بيتكلم على خروج الأموال الساخنة على الاحتياطي النقدي على التصنيف الائتماني المصري وإزاي هيتأثر. تعالوا نشوف الصورة مع بعض من موقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، بيتكلم على موضوع الأموال أو احتياطيات السيولة الخارجية. إيه التفاصيل اللي جات في التقرير؟ تعالوا نستعرضها مع بعض ونشوف يا ترى فيتش للتصنيف الائتماني بتقول إيه عننا بعد أزمة الجنيه والدولار الأخيرة. الصورة تظهر قدام حضراتكم على الشاشة، تعالوا نقراها مع بعض ونشوف. دي برضو الصورة من التقييم، فيتش يوضح تراجع احتياطيات السيولة الخارجية في مصر. دي صورة من جوه التقرير، ده كان أحد الرسومات البيانية، لكن دي التفاصيل اللي في التقرير. هنا وكالة التصنيف الائتماني فيتش بتقول أن مصر في أزمة وتحديات، الاحتياجات التمويلية في مصر كبيرة جدا الحقيقة، سياسة الحكومة الاقتصادية بتمثل مخاطر. ليه بتمثل مخاطر؟ لأن الحيازات الدولارية في مصر انخفضت ل40% بمعدل 18 مليار دولار، هوامش السيولة نفسها انخفضت، وبالتالي أصبح في أزمة مخاطر مرتبطة بإيه؟ باحتياجات مصر للتمويل الخارجي، وبالتالي تم خفض مصر إلى تصنيف بي بلس نظرة الاقتصادية من مستقرة إلى سلبية. يبقى ده الجزء الأول من تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني. بتكمل كمان وبتقول إيه؟ والأرقام اللي جاية دي مهمة يا جماعة، مهمة جدا جدا نتكلم فيها ونحاول نفهمها مع بعض ونشوف إحنا إيه الواقع بتاعنا في 2023. يمكن ده يفتح لنا كده باب، هل دي سنة المعلش الكبرى اللي هيبقى النظام بيمعلشنا فيها كل شوية، ولا دي سنة الانهيار؟ النظام عنده التزامات كبيرة جدا واللي داخل مش زي اللي علينا المفروض يخرج. فتعالوا نشوف كده فيتش الائتمانية بتقول ايه. بتقول ان مصر بتحتاج في سنة 2023 19 مليار دولار امريكي، جميل. في سنة 2024 محتاجين 22.5 مليار دولار امريكي. يستثنى من المبلغ مستحقات الدين في 2023
اللي قيمتها كام؟ 6 مليار. وفي 2024 اللي هي مستحقات الدين قيمتها كام؟ 9.5 مليار. وبالتالي ده هيعمل لنا مشاكل أكبر. إحنا هنقدر نوفي الالتزامات دي ولا لأ؟ يا راجل 19 مليار التزام في 23، وإحنا كل اللي خدناه من صندوق النقد 3 مليار على 46 شهر. والسعودية امبارح بتقولك مش دفع لك تاني، خلاص مساعدات مباشرة، أنا بعمل استثمارات. وعندك الجيش مسيطر أصلا على كل القطاعات، وبالتالي مخوف المستثمرين الأجانب. دايرة مفرغة، النظام بيلف جواها. تعالوا نكمل نشوف فيتش بتقول إيه كمان عن الاقتصاد المصري في هذا التقرير. بتقول إن في خطر من عجز وتقلب في تدفقات الاستثمار. مش متأكدين يا جماعة إن الاستثمارات هتيجي، لسه في مشكلة. شهادة الثقة اللي الصندوق المفروض إداها لمصر مش أكيدة قوي، لسه العملية فيها شكوك. هتيجي تدفقات استثمار ولا لأ؟ مؤسسة فيتش الائتمانية لسه مش متأكدة. بيقول كمان إنه الدين الحكومي الناتج المحلي الإيرادات هيصل لمستويات قياسية. طيب السبب هيكون إيه؟ ضعف سعر الصرف، ارتفاع أسعار الفايدة. إحنا بنرفع الفايدة قوي وعندنا سعر الصرف الجنيه بينخفض أو بينهار أمام الدولار، عشان أكون دقيق، بيفقد أكثر من نصف قيمته في أشهر قليلة، بيفقد أكثر من تلت قيمته في حوالي 5 أو 6 أيام قدام الدولار. وبالتالي ده هيعمل لنا مشكلة كبيرة، اللي بيختم بيها تقرير مؤسسة فيتش إن الاقتصاد سيتعطل بسبب إيه؟ معدلات مرتفعة للتضخم. إحنا بنتكلم على تضخم رسمي واصل ل 21.3%. تقديرات ستيف هانكي وهو أحد أهم الاقتصاديين في العالم إن هو وصل 101%، لأن هو بيقيسها بالقدرة الشرائية. إحنا فين من الاثنين؟ الحقيقة واضح كده إن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني شايفة إنه لا يا جماعة إحنا عندنا مشكلة حقيقية. تعالوا نشوف كده وكالة الأندول نقلة أيضا الخبر عن فيتش الائتمانية بتقول إيه. نشوف الخبر كده مع بعض على الشاشة من وكالة الأندول. فيتش تؤكد تصنيف مصر عند بي بلس مع خفض النظرة المستقبلية لسلبية. كمان موقع الجزيرة نقل عن أيضا مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، مصر تواجه خفض تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ 2013، ما دلالات ذلك؟ واستعرضت مع حضراتكم التقرير. فإذا الفقرة الثانية في حلقة النهاردة كانت تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اللي واضح أنها مش مبسوطة من الاقتصاد المصري. فدي المرة الثانية اللي هنقول فيها لعبد الفتاح السيسي معلش. في واحد من الاقتصاديين المهمين أيضا اسمه رباح أرزقي. رباح أرزقي كان نائب رئيس أو نائب مدير البنك الإفريقي للتنمية، وكان نائب البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رباح بينشر مقال بيتحدث فيه عن الفرصة الذهبية للاقتصاد المصري مع قرض صندوق النقد الدولي. نشوف كده صورة التقرير اللي نشره رباح النهاردة في بروجكت سيندكيت، ده اسم الموقع اللي نشر فيه المقال بتاع رباح أرزقي. رباح الحقيقة بيتكلم على بعض النقاط المهمة جدا. تعالوا نشوف كده ترجمنا لحضراتكم ثلاث فقرات رئيسية في مقال رباح أرزقي. بيقول إنه مع بلوغ التضخم 21% والسقوط الحر للجنيه اللي هو التعويم يعني، أصبحت مصر خارج الأسواق المالية الدولية، اضطرت إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ولكن بدلا من الاتجاه لرفع الدعم عن المواد الغذائية والوقود، يجب على الحكومة استخدام هذه الأزمة للقضاء على المحسوبية وتقليل الدور العسكري الضخم في الاقتصاد. دي كانت مقدمة التقرير اللي بيتكلم فيها رباح أرزقي عن التفاصيل. في فقرات تانية في المقال لو نطلعها برضو ونقراها مع بعض لأنها مهمة. بيقول تقترب مصر من حافة الهوية المالية والاقتصادية، لقد جفت تدفقات السندات التي غذت سوق ديونها السيادية وأدت للتخفيضات المتكررة لقيمة العملة إلى دفع الجنيه المصري إلى الهاوية. وصل التضخم ل 21% في أعقاب التآكل السريع لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. الرجل هنا بيكمل بيتكلم عن التفاصيل بتاعة المشهد، بيشرح المشهد الاقتصادي، وبيوصل في الآخر للكلام عن الجيش، للكلام عن الفرصة الذهبية اللي موجودة دلوقتي للاقتصاد المصري أو للدولة المصرية في مواجهة اقتصاد الجيش. نشوف قال إيه رباح في الجزء ده. بيقول يمثل إنقاذ صندوق النقد الدولي لمصر فرصة ذهبية لكسر الحلقة المفرغة
من النمو ثم الإخفاق في البلاد وضمان الرخاء لجميع المصريين، ومن خلال نركز بقى مع بعض النقطة اللي كنت بقول لحضرتك عليها من شوية، ومن خلال تقليص الدور العسكري الضخم في الاقتصاد يمكن لمصر توفير تكافؤ فرص إدخال منافسة عادلة في قطاعات مثل الاتصالات، البنوك، السياحة، التصنيع، الزراعة، كما أنه عن طريق إزالة الحواجز أمام دخول السوق والتجارة يمكن لمصر جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي، توفير فرص عمل لائقة لشعبها ذي الأغلبية الساحقة من الشباب والمواطنين الطموحين. أنا هنا بحكي لحضرتك عن نائب مدير بنك الأفريقي للتنمية، عن نائب مدير البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. احنا بنتكلم على خبير اقتصادي، على رجل دارس الاقتصاد المصري بشكل كويس، احنا مش بنتكلم على واحد معدي قرأ كلمتين في الاقتصاد فراح كتب مقال اطلاقا، بنتكلم على رؤية اقتصادية من واحد مهم، من واحد كان بيشغل مناصب مهمة في الاقتصاد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي هو على دراية كافية بالمشهد المصري. النهاردة الراجل مش بيقول لك انتوا فشلة وانتوا وحشين، لا، الراجل بيقدم لك حل. الراجل كاتب مقال بعنوان الفرصة الذهبية للاقتصاد المصري، يعني الراجل بيقول لك معلش بس بشياكة، بيقول لك معلش بأناقة شديدة جدا، بيقول لك معلش بس بأدب، بيقول لك خلاص معلش يا سيدي انت يعني وحش وفشلت وعندك مشاكل والعملة المقدمة اللي استعرضناها، لكن في الاخر بيمعلشك بجد، في الاخر بيدعمك، بيقول لك في فرصة ذهبية يا بني آدم فوق، طلع الجيش من الاقتصاد، خرج الجيش من الاقتصاد عشان الاقتصاد بتاعك يفوق، عشان البلد تفوق تقف على رجليها مرة تانية، لكن لا حياة لمن تنادي. دي الحياة كانت مجموعة من الاخبار الاقتصادية او التقارير الاقتصادية نشرت في اقل من 12 ساعة، CNN ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومقال بروجكت سيندكت لرباح أرزقي نائب مدير البنك الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمرة الثالثة لفخامة الرئيس معلش. موقع المنصة بينشر تقرير في غاية الأهمية عن مقارنة ما بين مصر وماليزيا في التعاطي مع قضية الأموال الساخنة. عندنا مشكلة كبيرة قوي إن موضوع الأموال الساخنة دي استراتيجية اقتصادية بيؤمن بيها عبد الفتاح السيسي، ده لو كان بيفهم في الاقتصاد، لكن هو بيؤمن ان قصة دخول الاموال الساخنة كان هو حل سحري لتوفير العملة الصعبة في البلد. اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه مع كوفيد ومع الحرب الروسية الاوكرانية، وانا هنا مش بتكلم بنفس اللي هم بيتكلموا فيه، لكن ده اللي حصل، ده المتغير اللي حصل، الاموال الساخنة اتضرت، السياحة اتضرت، الاستثمارات اتضرت، الناس بدأت تخاف، حصل مشاكل في مصر في بعض القطاعات، وبالتالي المستثمرين بدأوا يخرجوا. هيخرجوا ازاي؟ سحبوا الأموال الساخنة من السوق، ففقدنا حوالي 20 مليار دولار في أشهر قليلة جدا خرجت من السوق المصري. طيب قصة الأموال الساخنة هل هي مثلا يعني حاجة كده جديدة النظام ابتدعها؟ لا، الحقيقة هي سياسة اقتصادية طبقت في بعض الدول، دول فائت وعرفت انها كانت ماشية غلط فتراجعت عنها وسيطرت عليها، ودول تانية مصممة انها تغرز على طريقة سنبل في المشهد الشهير هغرقكوا ووراه شوية الاضيش بيطبلوله بيقولوله غرقنا. تعال نشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي حكاية الاموال الساخنة وازاي مصر ممكن تخرج من هذه الازمة. السؤال الفريق الإعداد ختم بيه الفيديو، هل تنجح مصر في السيطرة على الأزمة أو احتواء أزمة الأموال الساخنة زي ماليزيا؟ الحقيقة ده دفعنا ليه إن احنا نعمل مقارنة قدام حضراتكم ما بين مصر وماليزيا. تعالوا نشوف مع بعض كده الإجراءات اللي اتخذتها ماليزيا في الوقت ده والإجراءات اللي بتتخذها مصر في الوقت الحالي، وإحنا هنوصل لإجابة السؤال مع بعض، هل هنقدر نعمل زي ماليزيا في الأزمة الشديدة اللي تعرضت ليها وتجاوزت بيها الأزمة وأزمة خروج الأموال الساخنة، ولا لا إحنا خلاص ماشيين بنفس الطريقة اللي قلتها في مسلسل سنبل هغرقكوا ووراء ناس بتقول غرقنا. تعالوا نشوف مع بعض الفرق ما بين مصر وماليزيا في التعامل مع هذه الأزمة. الأموال الساخنة بين مصر وماليزيا، ماليزيا عاشت أزمة النمور الأسيوية الاقتصادية ما بين 1997 و1999، مصر تعيش أزمة اقتصادية طاحنة وصلت ذروتها من 2020 وحتى الوقت الحالي 2023. طيب ماليزيا وضعت قيود على الأموال الساخنة، مصر لم تضع قيود على الأموال الساخنة. ماليزيا خالفت شروط صندوق النقد الدولي، مصر خضعت لشروط صندوق النقد الدولي. ماليزيا لم تلجأ للصندوق خلال الأزمة، مصر لجأت للصندوق 4 مرات في سنوات قليلة. ماليزيا ثبتت سعر عملتها بعد تخفيضها، مصر فعلت نظام الصرف المرن للعملة اللي هو التعويم.
ماليزيا خفضت سعر الفايدة للنصف، مصر رفعت سعر الفايدة ل 25%. المشهد اللي قدام حضرتك ده فيه تناقضات، يعني كل بلد خدت تقريبا عكس البلد التانية. ماليزيا نجحت في التجاوز، مصر بتغرز أكتر. نشوف فروقات تانية أو تشابهات، مش عارف، تعالوا نشوف مع بعض كده، هل مصر ماشية على خطى ماليزيا ولا إحنا بنعمل حاجة غير اللي هم بيعملوه. ماليزيا احتوت الأزمة في عام واحد، مصر هرب منها 28 مليار دولار تقريبا، ما نسبته 53% من الاحتياطي الأجنبي. ماليزيا حققت نمو اقتصادي قوي، تراجع التضخم إلى النصف، تعافى سوق رأس المال الماليزي، وحقق اقتصادها نمو قدره 6.1%. أما في مصر التضخم ارتفع إلى 24.4%، قيمة الدولار بلغت 30 جنيه، وبلغت الديون الخارجية في مصر 157 مليار قبل قرض الصندوق والقروض الأخرى اللي هيوصل تقريبا 167 أو 166 مليار. إذن الأموال الساخنة بين مصر وماليزيا دي روشتة نجاح يا جماعة بنقدمها لكم على طبق من المعلش الاقتصادي الكبير، وصلوها لعبد الفتاح السيسي. ده نموذج عاش أزمة مشابهة يمكن أسوأ، ولكن قدروا أنهم يتجاوزوها بقرارات اقتصادية صحيحة وحكيمة، مش بكلام كله قلة أدب وقلة قيمة وطلع تقول للناس معلش استحملوني شوية وأي كلام فارغ. إذا كان النظام عنده إرادة أنه يخرج من الأزمة، فدلوقتي العالم كله بيقدم له الوصفة. خرج الجيش من الاقتصاد لو تقدر، دي من عندنا. خرج القوات المسلحة من الاقتصاد ومسكه للقطاع الخاص لو تقدر، ودي برضو من عندنا. خلي القطاع الخاص يشتغل، وعشان تشغل القطاع الخاص العالم بيقول له شغل القطاع الخاص، واللي من عندنا خرج صفوان ثابت وحسن مالك ورجال الأعمال اللي انت حبسهم عشان يرجعوا يشغلوا القطاع الخاص تاني. لكن انت للأسف سلمت القطاع الخاص للجيش، اهو العالم دلوقتي كله بيقول لك بطريقتك انت معلش خرج القوات المسلحة من الاقتصاد المصري. مقال مهم جدا الحقيقة للأستاذ عادل صبري، بيتكلم فيه على مصر قلاع عمالية ومستنقع للبطالة. نشوف مع بعض كده التفاصيل. المقال اللي بيفصل فيه أهو مصر قطاع عمالية تسقط في مستنقع البطالة، بيتكلم فيه على تفاصيل كتيرة جدا الحقيقة على مجموعة من القطاعات في الشارع المصري. الحقيقة قطاعات متبهدلة، يعني قطاعات، تعالوا نشوف مع بعض كده ايه التفاصيل اللي قالها هذا المقال. قلاع مصر العمالية في مستنقع البطالة، اتكلم على محافظة دمياط، محافظتي الجميلة. قال انه انهارت قلعة الاثاث في مصر بشكل كبير جدا، ومكونات الصناعة واحتياجات التشغيل، الخشب والابلكاش والخامات والحاجات دي كلها مش موجودة اساسا، وعدم قدرة المصنعين على جلب تكنولوجيا متطورة. المصيبة السودة كمان في دمياط انه راح دمر الورش اللي كانت موجودة تحت كل بيت. كان في دمياط الناس كلها بيوتها تحتها ورش نجارة، ورش ويماجي، لا أشرجي، لا استرجي، لا مدهباتي، لا منجد، لا مش عارف كذا. كنت تمشي في أي شارع في دمياط بتلاقي فيه ورش، وفي أجيال بتسلم أجيال. يعني مثلا لو في أب هو أويماجي وشاطر قوي في الدق وفي الأويمة، تلاقيه بيعلم ولاده. فمثلا الولد لو دخل كلية وخرج لقى شغلانة، فبيشتغل مع أبوه في الورشة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، بيروح ورشة تانية. المهم إن في صنعة موجودة، وكان دايما الضمايطة يقولوا إحنا بنورث الصنعة لعيالنا. فبتلاقي العيال من هم في ابتدائي واعدادي موجودين في الورش، بيتفرج بيشوف بيتعلم. على ثانوي بيبقى مش صبي أسطى، بدا يعني بقى أسطى صغير كده. في الجامعه بيبقى ممتاز جدا وبيطلع شغل كويس قوي وبيطلع فلوس كويسه. النظام الحالي دمر قلعه من قلاع العماله في مصر، وهي قلعه الاثاث محافظه دمياط. دمرها تماما، قال هعمل لكم مدينه اساس جديده، وفي الاخر ما اتعملتش، وفي الاخر فشلت. وطلع السيسي قال معلش يا جماعه احنا ما درسناش الموضوع كويس، ما كانش المفروض يتعمل بالشكل ده، اصل الضمايطه عندهم ورش تحت البيوت بعد ما خربها. طلع قال الضمايطه معلش بس كان وداهم في 60 داهيه. نرجع للمقال تاني بتاع الاستاذ عادل صبري، نشوف بيتكلم على ايه غير دمياط. الصوره اللي قبل دي لو سمحتوا، الصوره الاولانيه نرجعها تاني بعد اذنكم. في العاصمة والمدن الكبرى البطالة زادت بقوة في معظم مدن الجمهورية. 95% من الوظائف في الجيزة والقاهرة واسكندرية، زيادة الهجرة والتكدس العشوائي في العاصمة وما حولها. وبالتالي ده كان الوضع في العاصمة وفي بعض المدن زي اسكندرية.
نشوف كمان بيقول ايه على باقي الجمهورية. طيب في المدن الصناعية 6 اكتوبر العبور، 10 من رمضان العمرية برج العرب، عندنا قلة توظيف في معظم مصانع تلك المدن، عندنا مشكلة كبيرة جدا في المدن الصناعية اللي موجودة عندنا، ما بقاش فيها توظيف كويس الحقيقة، ما بقاش فيها شغل كويس بشكل مستمر. الوظائف والقطاعات تراجعت، الوظائف المرتبطة بالحرف بإنتاج السيارات، الطباعة، النشر، وظائف قطاع الخدمات والتسويق والمبيعات والسياحة، وتراجع العمل من المنزل كمان بنسبة 39%. الحقيقة أنه المقال مهم قوي وبينور لنا إشارات كده النظام ده ماشي في كذا مجال إزاي، يعني حتى في مجال التصنيع، في قصة البطالة، في موضوع العمال، حتى في المجال ده مش كويس، حتى في المجال ده بالأرقام بدراسة كده كل حالة كل مدينة لوحدها مش كويس، مش ماشي كويس. فده الحقيقة بيرجعنا لقصة تصريحات السيسي عن مدينة الأساس في محافظة دمياط. تعالوا نفتكر مع بعض قال إيه. هيوفر تنوع كبير لكم، تمتوا تنوع من خلال مكتب التصميمات تاني موجود عندكم هنا، يوم يصمم شكل جديد واشكال جديده، غرف السفر والكلام ده، يبقى المكان بيقوم ببص في بيدي بيبقى بيعمل عجائب، يعني انت عارف ده تمام. فاحنا بنكون احنا عملنا بقى ان المكان ده يبقى موجود هنا ان شاء الله ان شاء الله كده والله، واحنا معانا ساعدين ساعتها. وطبعا بعدها طلع قال احنا كنا غلط في مدينة الاساس، بعد ما راح يعمل النمرة واللقطة بتاعته يقول لك اصله المكان وهنعمل ايه ونطلع شغل مش عارف ايه، طلع على جماعة احنا ما كناش دارسين الموضوع اصلا. طيب ايه رؤية فخامة المشير عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل؟ هل هي متوقفة عند سياسة المعلش او استراتيجية المعلش اللي قالها النهاردة الصبح، ولا الراجل عنده رؤية حقيقية؟ الحقيقة عنده رؤية حقيقية، تعالوا نفتكرها مع بعض. بتقول أنا بيتوفر في معظم المحافظات ديت فرصة حقيقية لكل الناس، كبار المستثمرين وصغار المستثمرين، والمستثمر هو يعني بأقل حد ممكن يعمل شغل ويأكل مشروعات صغيرة. نعم نعم. فهنجيب العيال نمشيهم على عربيات خضار في اللقاء الشهير ده، ويعملوا عربيات خضار، وهنحل مشكلة البطالة، وهنحل الأزمة كلها، وهنبقى حاجة جميلة جدا. طيب هل البطالة هي أبرز تحديات مصر أنت تسأل؟ وعبد الفتاح السيسي يجيب. نتابع. الدنيا بتتسارع ليه وبتتحرك ليه؟ كل رؤساء الدول الكبيره بتتحرك من اجل توفير فرص عمل لشبابها ومواطنيها، من اجل توفير الرفاهيه لمواطنيها، وكل اللي شايفين حركه الدنيا كلها مبنيه على كده، ان كل رئيس مسؤول عن بلد دي كانت صغيره كانت او كبيره، كل همه ان يوفر الرفاهيه لشعبه. انت عارف انا بعد القراءه بتاعت مقال الاستاذ عادل صبري فكرت في حاجه، فكرت ان انا كده امسك محافظات مصر محافظه محافظه مع فريق الاعداد، ونبقى في اخر كلام كده بنفتح ملفات من كل محافظه. مثلا في دمياط موضوع الموبيليا، موضوع صناعة الحلويات، موضوع الصيد، نروح مثلا البرج ونشوف هناك في البرج قرب رشيد كده الأخبار إيه هناك في موضوع الصيد والكلام ده والمراكب والحاجات دي، نشوف مثلا مرسى مطروح أكتر حاجة فيها إيه نتكلم عنها، نشوف اسكندرية مثلا فيها مش عارف كذا، نمسك كل محافظة وحضراتكم حتى تبعتوا لنا وتقولوا لنا المحافظات عندكم أخبارها إيه وإيه اللي بيحصل فيها، لأن المقال الحقيقة نور لنا فلاشات إن الدنيا خرابة في كل حتة في مصر. الراجل ده ما حطش ايده في حتة الا وخربها، الراجل ده ما حطش ايده في حتة الا ودمرها، الراجل ده اينما وجهته لا يأتي بخير، بل بالعكس ده بيأتي بدمار وشر وخراب وفقر وكل حاجة. راجل حاجة لم ترد على مصر قبل كده، مش معقول والله، يعني ربنا مش مبارك له في اي حاجة بيعملها، يعني مش يعني حاجة مش طبيعية، وبيطلع في الاخر يقول للناس معلش واستحملوا معايا شوية وانتوا قلقانين، انا عارف ان انتوا قلقانين بس انا مش مبسوط ان انتوا قلقانين، اللي هو روحوا ولعوا في بعض احسن، او ولعوا في نفسكم، او روحوا موتوا. يعني قال لك في رئيس دولة طالع بيقول للناس انتوا قلقانين، والله انا مش مبسوط ان انتوا قلقانين، طب ما يعني ما تتفلق يعني يعني انت مش مبسوط، ما يعني انا هعمل لك ايه؟ طيب ما ان شاء الله عنك ما تبسط، يعني ما تبسطش يا عم، ازعل يعني عادي، ما الناس زعلانة وطفحانة ومش لاقية تاكل، اشمعنى الناس يعني هي اللي عايشة في هم وغم، وحضرتك اللي طالع تقول لهم لا والله انا مش مبسوط بايه؟ بان الناس بتنتحر؟ مش مبسوط بايه؟ بان الناس مش لاقية تاكل؟ حضرتك مش مبسوط بايه يا استاذ؟ بان الاب مش عارف ياكل عياله؟ بان الناس بتختار دلوقتي تعلم عيالها ولا تاكلهم؟ حضرتك مش مبسوط بايه بقى؟ بان العائلات بتكلم بعض يقول له هنكمل اخر الشهر ازاي، لا مش هنعرف نكمل، مره قلت لهم بطلوا هري والمره التانية انت مش مبسوط.
السيسي بينتقل بيكو من مرحلة انه سعيد بقلقك عليها اللي قالها في الكاتدرائية لمرحلة انا مش مبسوط بقلقك عليها. يعني الرجل يعاني من مشكلة عقلية والله، تعبيراته نفسها اصلا متناقضة ما بين التصريح والتصريح ايام، وبيطلع يناقض نفسه بشكل غريب جدا. مرة انا سعيد بقلقك، ومرة التانية لا انا الحقيقة مش مبسوط انك قلقان عليها. هنتكلم بالتفصيل اكتر عن الموضوع ده ولكن في الساعة التانية. مشكلة كبيرة الحقيقة في مرسى مطروح تتعلق بالحكم بالسجن على المحامين. خلونا نشوف كده الخبر مع بعض على الشاشة ونشوف التفاصيل، لان في تداعيات كبيرة جدا. حبس 6 محامين بمطروح عامين مع الشغل بتهمة التعدي على موظفي المحكمة. طيب ايه التفاصيل بتاعة الأزمة؟ ايه الحكاية؟ نشوف كده الصور تباعا مع بعض. بيتكلموا عن أزمة التعدي على الراجل في المحكمة، وصدر حكم بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيق، والمش عارف النقابة أعلنت تفاصيل الوقعة وقالت مشادة ما بين سيد مش عارف مين وموظف بالمحكمة وحصل فيها إيه، والنقابة قالت إن التجاذب حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، وبعدين القاضي حبس المحامين 15 يوم ونيابة مطروح عملت أمر ضبط وإحضار، والقصة الحقيقة يعني تداعت بشكل كبير جدا. تعالوا كده نسمع المحامين وهم بيهتفوا بعد الحكم عليهم أو بعد الحكم بسجن 6 منهم في مطروح. نتابع. غضب شديد من المحامين بعد الحكم اللي هم طبعا كله شايف ان هو حكم جائر. الشيخ سعيد الحفيان هو احد مشايخ مرسى مطروح وهو رئيس المجلس المحلي بمحافظة مطروح سابقا، اتكلم وكان لي وجهة نظر في حبس المحامين. نتابع. يعني اولاد المحامين دول احنا متربيين معانا وعارفينهم كويس، يعني مربينا مع ايدينا بالبلدي كده. القضية تدخل وتاخد من اول جلسة حكم، لا ده شاطر. انتوا كده بتولعوا المجتمع دون ان تدروا، يعني ايه تحس البلد كده يعني ماشيه بحاله كده، مفيش حد كبير يقول لا مش حد تريثوا. ده الاخوان اللي هم الاخوان، القضيه كانت بتاخد سنتين تقاضي مش من اول جلسه حكم. انتوا قتلتوا ابنائنا دول بسكينه كلمه. انا يعني عجبني قوي الشيخ سعيد وبقول لك الاخوان اللي هم الاخوان، القضيه بتاخد سنتين. يا عم سيب الاخوان في حالهم. الناس يعني مبهدلين بقالهم 10 سنين وانتم بتحشروهم في جمله مفيده في اي قضيه حتى لو كانت حبس المحامين. تعالوا نشوف مع بعض كده ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي على حبس 6 محامين في مطروح كانت عامله ازاي. محمد حافظ قال لا دي محاكم ولا دول قضاء، قضيه محامي مطروح. أما كريم عثمان فقال أعشق المحاماة، أقاتل من أجل حقوق الآخرين، عندما يتم اصطيادي لا أجد لي سندا، وكنت أظن أن القانون سندي ولكن كلمات كتبت وأهدرت. على فيسبوك كتب طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال له أنت مجنون يا ابني، سايب الأستاذ المحامي واقف بره، أنت عايز نقابة المحامين تبهدلنا يا حسونة، مش ناقصين وجع قلب. فيلم الأفوكاتو 1984. مش عارف الحقيقة أستاذ طارق يعني هل بيعرض السلطة ولا بيعمل إيه؟ الحقيقة مش عارف يعني، بس هو كاتب انه يعني واضح انه مش مبسوط يعني. فقول لنا استاذ طارق هل حضرتك بتعارض النظام ولا لا يعني، عشان بس نطمن عليك بعد كده. فدي الحقيقة كانت طيب نشوف اخر تغريدة معنا. طيب زي بعضه استاذ المحامي الكبير منتصر الزيات كتب الامر خطير وجلل لا يحتمل الاستقطاب او الانتهازية، أدعو رموز المهنة إلى لقاء عاجل ننسى فيه كل الخلافات، أدعو كل الرموز النقابية والشبابية والمهتمين بالأمر دون استثناء أو إقصاء أو تنابذ أجيال أو أفراد، الاصطفاف هنا واجب، ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. يوم 7 فبراير 2015 كان 7 فبراير 2015
كنت موجود على هذه الشاشة، على شاشة قناة مكملين من اسطنبول وقت عملي المرة الأولى في قناة مكملين، وكنت بذيع تسريب اسمه السيسي يحتقر الخليج، وكان الحقيقة تسريب تاريخي لأنه العالم كله كان بيتابعه. هاشتاج السيسي يحتقر الخليج كان الأول على العالم، فضل الترند الأول على العالم لمدة يومين أو ثلاثة، وكان الناس كلها بتتكلم لأنه القصة قالوا أنها ممكن تعمل أزمة دبلوماسية. ليه؟ لأنه عبد الفتاح السيسي كان يهين حكام الخليج وبيتكلم عنهم كأنهم مكان ATM ماشين اللي هو بتسحب منه الفلوس. تعالوا نفتكر مع بعض كده جزء من تسريب السيسي يحتقر الخليج. السيسي يتحدث مع عباس كامل عن فلوس الخليج اللي زي الرز. We are also looking at our region and we want it to be a role model for the region and we are encouraging a lot of the countries around us to really do reform and we are changing the way we provide this. طيب فلوس عندهم زي الرز يا عم، دي السياسة اللي كان بيشتغل بيها عبد الفتاح السيسي. لكن الحقيقة امبارح وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مشاركته في منتدى ديفوس، أهم منتدى اقتصادي في العالم، قال كلام غير ده. قال احنا كنا بندي مساعدات لدول الجوار دون شروط، لكن الكلام ده توقف خلاص، اصبحت مساعدتنا الان مشروطه باتخاذ هذه الدول اجراءات. احنا لينا مصالح، بنفرض ضرائب على شعبنا في السعوديه، وبالتالي لازم الدول دي تتحرك وتاخد اجراءات هي كمان. تعالوا نشوف مع بعض وزير الماليه السعودي قال امبارح. We are also looking at our region and we want it to be a role model for the region and we are encouraging a lot of the countries around us to really do reform and we are changing the way we provide assistance and development assistance. According to the OECD, Saudi is ranking number one in the official development assistance when it comes to GNI. And we used to give direct grants and deposits without strings attached and we are changing that. We are working with multilateral institutions to actually say we need to see reforms. We are taxing our people. We are expecting also others to do the same, to do their efforts. We want to help, but we want you also to do your part. So in short, there is a lot of work that is being done to طيب ده المشهد بتاع وزير المالية السعودي، لكن في مشهد ما ينفعش نقرأ اللي بيحصل بمعزل عنه، وهو أول مرة من سنين طويلة جدا، يمكن من وقت تولي حسني مبارك، تسب المملكة العربية السعودية على الهواء من مذيع أو ذراع إعلامي ناطق باسم النظام أو مقرب باسم النظام. إزاي اتشتمت السعودية لما قيل عن عمرو أديب أنه خدام السعودية، عميل السعودية، شغال لخدمة المشروع السعودي ولخدمة الكفيل السعودي؟ تعالوا نفتكر مع بعض محمد الباز قال إيه عن عمرو أديب الأسبوع اللي فات. هل المفروض نخاف؟ يعني إحنا دلوقتي في هذه الظروف هل المفروض نخاف؟ يا جماعة أنا مش عاوز ناس تخدعكم، يعني مش عاوز ناس تخدعكم، يعني مش عايز مثلا واحد مذيع في قناة ليست مصرية وهو في عمرو أديب تحديدا عشان نبقى يعني بنتكلم على طول بشكل مباشر، فيطلع بتنطع شديد مثلا فيقول لك انا خايف وخايف على اولادي وخايف على مش عارف ايه بتاع. كويس، ليه بقى؟ يعني لا تصدقوا هذا الهزل اللي بيقوله الاخ عماد اديب، ما تصدقوا عمرو اديب، ما تصدقوش. ليه؟ لانه حتى لو في مشكله ضخمه جدا فعمرو اديب مش هيتاثر بحاجه، لا هو ولا اولاده ولا عيلته ولا بتاع. عمرو اديب اخر يروح ياخد نفسه في السعوديه، خلاص يا راجل عنده كفيل سعودي تمام، فما عندوش مشكله. طب انت بقى حضرتك لو انت عايش عيشه الناس في مصر ولا ليك علاقه بالناس في مصر وعندك ولا يقول لك انا مش اخوان ومش اجنده، لا عمرو اديب اجنده تمام. وانا بتكلم كلام بقى يعني وانا بتكلم طول الوقت كلام رزق على الله. عمرو اديب راجل اجنده سعوديه من الاخر. كويس، السعوديه دوله من حقها ان هي تبني نفسها ومن حقها ان هي تحلم ومن حقها ان هي تتقدم، عشان بس الكلام يبقى منضبط. يعني السعوديه دوله من حقها ان هي تعمل كل حاجه لصالحها. كويس؟ طيب وهي بتعمل ده لابد ان هي تجند ناس. تجند ناس السياسه، تجند ناس الاعلام، تجند ناس الادب، تجند ناس الفن، تجندهم بمعنى ان هم يشتغلوا لمصلحتها يعني. مش تجندهم ان هم يبقوا عملاء. كويس؟ فببساطه شديده جدا انا شايف ان الاخ عمرو اديب عميل سعودي. طيب يبقى ده كان المشهد اللي حاصل في الأسابيع أو في الأيام القليلة الماضية. خليني أنقل هذا المشهد الحقيقة لضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب من اسطنبول، الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. دكتور عصام أهلا بك. عليكم السلام يا دكتور، أهلا وسهلا. أنا رحبت بحضرتك المرة الأولى بس واضح أن الصوت ما وصلش، هل الصوت واصل كده بشكل كويس؟ نعم يا دكتور اتفضل. طيب خلينا أسأل حضرتك بداية عن وزير المالية السعودي، هل الراجل بيتكلم عن سياسة سعودية تجاه دول الجوار اللي هي ممكن نقرأها أنها مثلا الأردن، مصر، لبنان، باكستان، ولا هو هنا بيتحدث عن النظام المصري تحديدا؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا جزيلا دكتور على هذه الدعوة. العفو. لا هو يعني الكلام الكلام ابتداء أو التصريحات ابتداء عليها بعض الخطوط يجب الوقوف عندها عندما يتحدث على أن تقليل المساعدات الخيرية. يعني أنا وقفت على النص الرسمي وقمت بتحميله حتى يعني أبني استنادا إلى ما جاء فيه. يقول تقليل المساعدات الخارجية غير المشروطة، وأن المساعدات المستقبلية الموجهة للتنمية ستكون مشروطة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. السؤال الكبير، من الذي يضع هذه الشروط؟ ومن الذي يحدد طبيعة الإصلاحات الاقتصادية؟ هل ستكون المملكة العربية السعودية وعلى أي أساس؟ فقط للتذكير، في عام 1000 في منتصف الثمانينات كان هناك ما يسمى بالمشروطية السياسية للمساعدات الاقتصادية، المشروطية السياسية للمساعدات الاقتصادية، والتي وضعت هذه الشروط مؤسسات تمويل دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وربطت هذه المساعدات بتحسين الحقوق والحريات وبنشر الديمقراطية والتوجه إلى السوق إلى الرأسمالية والليبرالية. فماذا عن المملكة العربية السعودية؟ هل النظام في السعودية هو الذي سيضع معايير المشروعات ومعايير الإصلاحات وبناء عليها يفرض الشروط؟ لا أعتقد أن هذا وارد، لأنه في الأخير هذا النظام يعاني من العديد من الاختلالات البنيوية والهيكلية والاقتصادية. السؤال اللي حضرتك طرحته، عندما نتحدث عن دول الجوار، ما المقصود بدول الجوار؟ المملكة تحيط بها عدة دول جوار تقف تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية. حضرتك أشرت إلى نموذج الأردن ونموذج مصر ونموذج يوجد السودان أيضا ويوجد باكستان. المعني بهذه التصريحات من وجهة نظر الشخصية ليست أي دولة من هذه الدول، ولكن بالدرجة المركزية هو النظام في مصر. النظام في مصر لماذا؟ لن نقف فقط، يعني أحد المؤشرات المهمة ليست التصريحات التي أو هذا السجال الذي حدث بين إعلاميين مؤخرا، ولكن هناك بالفعل تحولات شديدة الأهمية يجب أن ترصد في إطار مسار العلاقات المصرية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. كان من بين هذه المسارات أيضا محطة مهمة أعتقد أنكم قمتم بتناولها حول مقال عماد الدين أديب على سبيل المثال، كان صحيح. محطة من المحطات حول سقوط النظم والأنظمة وما تعرض له من هجوم ومن حملة إعلامية. وبالتالي ما بين قوسين، ما يسمى بالمناكفات الإعلامية هو تعبير عن وجود توتر في العلاقات السياسية وتوتر في العلاقات الاقتصادية. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحولت، وهذا فارق كبير جدا جدا، تحولت من دعم النظام دعما مفتوحا خلال عامي 2013 2014 2015 إلى دعم مشروط بداية من 2018 حتى تاريخه. ولكن اختلفت حدة الشروط بطبيعة الأوضاع الاقتصادية للنظام في مصر وبطبيعة التحديات التي يواجهها هذا النظام. بمعنى أننا في عام 2018-2019 كانت يمكن أن يتم منح بعض المساعدات، يتم وضع بعض الودائع، تمديد هذه الودائع في البنك المركزي، ولكن الآن نحن نتحدث على أن من بين الشروط الأساسية لدينا صندوق سيادي للمملكة العربية السعودية، هذا أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، هذا الصندوق أسس ذراعا معنيا بالشأن المصري، هذا الذراع أعلن عن استثمارات بقيمة 10 مليار دولار خلال المرحلة القادمة، استثمر منها بالفعل 1.3 من 10 مليار، ولكنها ليست مساعدات وليست منح ولكن استحواذات. هذا هو التغير. وبالتالي فكرة الاستحواذ هنا أنك تتملك في أصول هذه الدولة، تتملك في مقوماتها، تتملك في شركتها، وتضع ضوابط ومعايير لكيفية إدارة هذه الاستثمارات. هذا جانب شديد الأهمية. الأمر الآخر شديد الأهمية أنه عندما بدأت المناقشات النظام في مصر مع صندوق النقد الدولي منذ 9 أشهر على القرض الأخير الذي حصل عليه، كان الصندوق يبحث عن ضامن للقروض التي سيحصل عليها هذا النظام، وعرضت فكرة الضمان على دول الخليج بدرجة مركزية باعتبار أن السعودية والإمارات من أكبر داعمي هذا النظام ومن أكبر الشركاء لصندوق النقد الدولي. عرضت فكرة الضمان على هاتين الدولتين، تحفظت الدولتين، وأصبح استعدادهما للضمان مرتبط بفكرة الوكالة، بمعنى أننا سنكون وكلاء ورقباء ومتابعين بمنتهى الدقة لكيفية استخدام هذه الأموال التي سيحصل عليها الصندوق. وبالتالي فكرة التحول هنا هو تحول شديد الأهمية، يستهدف أصول الدولة المصرية، يستهدف
أن تمتلك هذه الدول المانحة أوراق قوة حقيقية داخل هذه الدولة، لأنها أيقنت أن هذا النظام غير قادر على إدارة هذه الموارد، وأن طيب. هذا النظام لا يمكن الرهان عليه طيب. بدرجة كبيرة يعني أو يمكن الرهان حتى على استمرار. جميل، كل ما تفضلت به يبدو منطقيا، هناك شواهد للأزمة كما تفضلت، ولكن الأمر المحير في الحقيقة العلاقات بين السيسي ومحمد بن سلمان، يعني هناك هامش يسمح بكل هذه المعطيات وراء الكاميرات، مش بشكل معلن، مش في أهم منتدى اقتصادي، مش على لسان مسؤول سعودي. كانت هناك بعض التلميحات تأتي من وكالة الأنباء السعودية، من قناة سعودية، من تركي الحمد يكتب مقال تغريدة، لكن أن يظهر وزير المالية السعودي في ديفوس ويعلن هذا الأمر بهذا الشكل، فالحقيقة ده أمر محير، يعني كيف نفسره؟ لا، هو من وجهة نظر الشخصية دكتور ليس محيرا، يعني أنا أعتبر نفسي بنسبة قليلة، لا أقول يعني خبير بالدرجة الكاملة، أنا متخصص في السياسة السعودية منذ 2005 وحتى الآن، ورسالة الدكتوراه كانت حول السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، وخلال أعداد الدكتوراه وقفت على الكثير من التصريحات والوثائق والبيانات حول طبيعة العلاقة وطبيعة الدور السعودي في المنطقة. أنا قناعاتي الشخصية أن النظام في المملكة العربية السعودية يستهدف بنية الدولة المصرية، يستهدف بنية لأنه يرى أن هذه الدولة هي المنافس الاستراتيجي، المنافس الاستراتيجي لدوره الإقليمي في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي، ليس تركيا وليس إيران، لأن تركيا لها دورها له حدود وإيران دورها له حدود، وبالتالي فكرة الاستهداف الممنهج من جانب النظام في المملكة العربية السعودية للدور الإقليمي المصري وللمكانة الإقليمية لمصر واضحة ومحددة منذ بداية الخمسينيات، منتصف الخمسينيات وحتى الآن، وبالتالي فكرة أن تتحول مصر تحولت تحولات استراتيجية شديدة الأهمية والخطورة في إطار علاقتها بالمملكة العربية السعودية. التحول الأبرز والأهم والأخطر كان بعد غزو العراق للكويت في 1991. بعد تحرير الكويت تحولت مصر فعليا من كونها تابعا للولايات المتحدة الأمريكية إلى كونها تابعة للمملكة العربية السعودية، ولكن خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ 2013 أصبح هناك صراع على التبعية، بمعنى النظام في مصر لأي منظومة يتبع، هل أصبح تابع للإمارات العربية المتحدة أم ما زال على تبعيته للنظام في المملكة العربية السعودية. في إطار هذه التوازنات الإقليمية بين التبعية للسعودية من جانب أو التبعية للإمارات، انقسمت بنية المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية الحاكمة في مصر والإعلامية بين هذين الطرفين، وبالتالي أصبح التنافس ليس على دعم النظام ولكن على مقدرات ومقومات هذه الدولة، هو العامل الحاكم لسياسات الدولتين في مصر بدرجة المركزية. وبالتالي أنا أتفهم أي تصريح يمكن أن يصدر، أتفهم أي بيانات يمكن أن تصدر، الأمر بمنتهى الوضوح هناك تحفظ، من وجهة نظري هناك تحفظ كبير من جانب النظام في المملكة العربية السعودية على سياسات هذا النظام، وتحديدا في العامين الأخيرين. لماذا خرج هذا التحفظ للعلن؟ لماذا لم يستمر داخل الغرف المغلقة؟ لأن أنا هناك تحولات يا دكتور، النظام في الأخير من واقع الكثير من المؤشرات الأخيرة أيضا خلال الأشهر الأخيرة يبدو أنه يعني قد حسم جزء من خياراته في الاتجاه نحو محمد بن زايد على سبيل المثال، أصبح كثير التنسيق، كثير الاتصال، كثير الزيارات، تعددت اللقاءات، وأعتقد أن هذا في العام الأخير تحديدا أصبح مزعجا للنظام الحاكم في المملكة العربية السعودية وعلى رأس محمد بن سلمان. قبل 2021 كانت هناك نوع من التنسيق الكامل، قبل إدارة بايدن كان هناك نوع من التنسيق الكامل في معظم الملفات بين النظامين الإماراتي والسعودي، ولكن بعد وصول بايدن إلى الحكم أصبح هناك نوع من أنواع التباعد التدريجي بين النظامين، وأصبح النظام في السعودية حريص على أن يفرض سيطرته وسطوته على كل الملفات وكل الأوراق، ولا يسمح بهامش من حرية الحركة للنظام في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي كان هناك حرص شديد على أن تكون بوصلة النظام في مصر تابعة بامتياز للمملكة العربية السعودية، الاستحواذات تكون الأولوية فيها للنظام في المملكة العربية السعودية، العطاءات والفرص الاستراتيجية تكون الأولوية فيها للنظام في المملكة العربية السعودية، أي خروج عن النص في هذه المعادلات يمكن أن يواجه بمثل هذه التصريحات في هذا التوقيت. طيب، صحيفة Financial Times امبارح دكتور عصام، هيئة التحرير فيها نشرت مقال غاية في الأهمية، الباراجراف الأخير في هذا المقال تحدث عن العلاقات الخليجية أو حلفاء السيسي أو مانحي النظام المصري،
وعلاقتهم بمصر وعلاقتهم بالسيسي. ولأول مرة تفصل الفاينانشال تايمز بين رؤية الخليج لمصر وإنقاذ مصر والخوف من فشل مصر كدولة، وبأن دول الخليج يجب أن تضغط على عبد الفتاح السيسي للالتزام بتعهداته. السؤال هنا، هل محمد بن سلمان يتعامل الآن مع السيسي أنه مجرد رأس سلطة وهو لا يهم وجوده أو عدم وجوده، يعني أكثر من وجود مصر وعدم سقوط الدولة أو ذهابها إلى مثلا سيناريو لبنان من الإفلاس؟ شوف يا دكتور، أنا عندي برضو يعني لا يعني أتمنى أن أكون مخطئا، ولكن للأسف أنا اطلعت على مقال فاينانشال تايمز الذي نشر في 17 يناير، وقد قمنا بترجمته ونشره مترجما باللغة العربية على صفحة على موقع المعهد المصري. ولكن الحديث على أن استخدام دول الخليج كورقة من أوراق الضغط على النظام لإدخال إصلاحات اقتصادية، أنا من وجهة نظري أن هذا نوع من أنواع التضليل الممنهج في إدارة في التعامل مع الملف المصري. هناك استهداف لبنية الدولة ومقاومتها، استهداف لبنية الدولة ومقاومتها، وأنا دائما ما أميز وحريص على التمييز بين مفهوم النظام ومفهوم الدولة. دول الخليج الداعمة لعبد الفتاح السيسي حرصت على أن يبقى قويا خلال لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات بعد من 2013، أن يبقى النظام قويا ومهيمنا ويفرض سيطرته على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإعلامية والقضائية، ولكن على حساب مقومات الدولة وأركانها. ولذلك هذه النظم التي دعمت النظام هي التي ساعدت إثيوبيا على سبيل المثال في ملف سد النهضة. هذه الدول التي ساعدت النظام هي التي انتزعت من مصر جزيرتي تيران وصنافير. هذه الدول التي ساعدت النظام هي التي استخدمت الأراضي المصرية لأن تكون معبرا للمرتزقة والميليشيات في الصحراء الغربية لدعم خليفة حفتر، وبالتالي تهديد الأمن القومي المصري شماله وشرقه وجنوبه وغربه لم يكن فقط دعما للنظام، ولكن كان استهدافا ممنهجا لأركان ومقدرات الدولة المصرية. النظام بالفعل في أزمة حقيقية، ليس حديثنا لأني لست خبيرا متخصصا في الشأن الاقتصادي، ولكن عشرات التقارير الدولية تصدر عن مؤسسات دولية آخرها، قد ينظر البعض على سبيل المثال، وأنا أيضا حرصت على أن أقوم بطباعته وأن يكون معكم اليوم الحديث الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية فيتش التي تشيد فيه باتفاق صندوق النقل ومرونة المياه. هذا كله أتعاطى معه على أنه نوع من مثل هذه التقارير التي ينظر البعض على أنها إيجابية في مرحلة من المراحل. وجهة نظر الشخصية أنها مزيد من الاستهداف الممنهج لهذا النظام حتى يلتزم التزاما حرفيا بما تمليه عليه، بما يطلبه شروط صندوق النقد من متطلبات. هذه المتطلبات إذا كانت تضمن لهذا النظام البقاء، ولكنها للأسف الشديد تستهدف تدمير البنية الداخلية للمجتمع المصري. نعم. عندما يصل الجنيه أمام الدولار إلى 32 الآن، وعندما يصبح أكثر من 60% تحت خط الفقر في مصر، وعندما يصبح الحد الأدنى للدخل في مصر الآن أقل من 100 دولار، فأنت تتحدث عن كوارث مجتمعية هدفها تدمير بنية هذا المجتمع. لم يتدخل صندوق النقد الدولي في معظم دول في عشرات التجارب التي وقفت عليها سواء في أمريكا اللاتينية أو في القارة الأفريقية بسياساته بين قوسين الإصلاحية، إلا وكانت النتائج تدميرية على البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه المجتمعات. طيب، سؤالي الأخير، وطبعا يعني تقرير مؤسسة فيتش ناقشناه بالتفصيل في الساعة الأولى، هو وتقارير أخرى من CNN ومقال لرباح أرزقي نائب رئيس البنك الدولي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكلها الحقيقة بتتكلم في نفس الإطار دكتور، إن في أزمة اقتصادية حقيقية ولازم السيسي يخرج الجيش عاجلا أم آجلا من الاقتصاد. سؤالي الأخير دكتور عصام، ويعني كما تعودنا معك على إجابة صريحة، هل تخلت السعودية عن السيسي؟ لن تتخلى عن السيسي، ولكن سيكون على حساب ثروات ومقدرات الدولة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي، ويعني الإجابة دي الحقيقة أعتقد أنها محتاجة حلقة تانية نتكلم فيها بالتفصيل عن مقدرات الدولة والمقايضة ما بين السيسي ومقدرات الدولة. شكرا جزيلا لك دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية. طيب، بعد الفاصل هنتكلم على سياسة المعلش اللي السيسي طالع يقولها للشعب المصري، وهعرف رأيكم في كلام السيسي النهاردة الصبح. تابعوا. كعادة عبد الفتاح السيسي وربنا ما يقطع له عادة، الدنيا كلها متأمرة علينا وفي مشاكل في العالم كله، آخر حاجة ممكن نفكر فيها أنه هو السبب، آخر سبب في اللي احنا فيه هو عبد الفتاح السيسي. تعالوا نشوف قال إيه النهاردة. نقدر كلنا مع بعض بالصبر وبالفهم
بالصبر والفهم لما نفهم ان ما نحن فيه هو عباره عن نتاج ظروف احنا ما مش السبب فيها. لا، ظروف دوليه صعبه لها تداعيات كبيره جدا جدا على العالم كله، واثرت كتير جدا جدا على تكلفه الحياه، سواء كانت طاقه، سواء كانت سلع اساسيه، او حتى مستلزمات انتاج. الدنيا كلها الاسعار كلها ارتفعت. ولما انا قلت يعني ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار، كتير مننا كان توقف قدام الرقم وقال اشمعنى 100 مليار يعني. فالعالم كله يا جماعه متاثر. انا احاول ان انا ما اعلقش، احاول ان انا اسيب حضراتكم اللي تعلقوا النهارده. خلاص احنا اتكلمنا الساعه الاولانيه، فاتكلموا انتوا الساعه دي. فافتكروا بس، لازم الصبر والفهم، والعالم كله متاثر مش احنا بس، واحنا مش السبب في اي حاجه. كمان بيقولوا وانتوا اول مره تقابلوا ازمه، احنا هنعدي وانا مطمئن جدا. تعال نشوف قال ايه. احنا ما عكسناش التكلفه الحقيقيه، وانا بقول لكم الكلام ده وارجو ان انتم تاخدوه مني. طب في خوف عند الناس؟ انا ملاحظ ده. طب انا موافق عليه؟ لا خالص. هو انت اول مره تشوف مشكله ولا ايه؟ اول مره يا مصريين تعملوا ازمه؟ ما احنا دايما في السنين اللي فاتت بشوف ازمات، ومصر صمدت وعاشت وهتصمد وهتعيش. صحيح لمين؟ هي صمدت بالحكومه؟ صمدت بالحكومه؟ لا، صمدت بالناس، بالشعب، بيكوا يعني. فما فيش مجال ابدا والله للخوف والقلق، ودي انتقاد عماره اقولها خالص. احنا بخير وسلام الحمد لله، وكل الامور موجوده بفضل الله، والامور هتبقى احسن من كده ان شاء الله. احسن من كده بقى امال ايه؟ عندكم شك؟ اوعى تفتكروا ان انا بقول كلام معنوي يعني عشان لا لا لا، والله العظيم ان انا مطمئن جدا بالله، مطمئن جدا جدا بالله، مش بينا امال ايه؟ الشنطه فيها كتاب دين يا جماعه، واحنا بتوع ربنا وربنا معانا، وانا مطمئن بالله. انت خايف ليه؟ انا مش موافق على خوفك. انت تموت وانت ساكت، انت ما تاكلش وانت ساكت، انتوا تعيشوا فقرا وانتوا ساكتين، انتوا هتقرفوا الراجل كمان يا جماعه، يعني انتوا هتضايقوا الراجل كمان. راجل طالع افندي ولابس كاب وبتاع وحاجه عظمه، انتوا هتضايقوه ليه؟ الراجل مش موافق على القلق بتاعكم ده. انتوا شعب غريب صحيح. ايه ده؟ ازاي كده؟ انتوا اول مره تعدوا ازمه؟ ما احنا فاشلين وغرقانين ومتبهدلين بقالنا كام سنه. وهي الازمات بتعدي بالرئيس ولا بالحكومه؟ لا طبعا، الازمات بتعدي بيكم انتوا، انتوا سبب الازمه وانتوا اللي هتحلوها. احنا لا سبب فيها ولا بنفشل ولا بنعرف نحل. هو كده، هو عبد الفتاح السيسي كده، لا هو سبب الازمه ولا بيعرف يحلها. مفيش، لا نجار ولا بيفهم في النجاره، لا سباك ولا بيفهم في السباك، لا رئيس ولا بيفهم في الرئاسه، ملوش فيها. فاللي مالهمش فيها بقوا بيحكموا مصر دلوقتي. كان يعني في اعلان زمان، كان في ايه يا ربي، كان كاس الامم ايه اللي كنا منظمينه 2006، كاس الامم الافريقيه 2006، كان في حمله ظريفه قوي لكوكاكولا ايامها، اللي ما لهمش فيها بيشجعوا واحنا معاهم، اللي مش عارف المحللين مش عارف ايه بيشجعوا احنا معاهم. فكانت حمله لطيفه جدا، وايه بقى واحد قاعد على القهوه كده يقول له هو مش هينزل ربيع ياسين ولا الخطيب اللي هم اعتزلوا مثلا من 50 سنه، فعارف انت، فيطلع السلوجان اللي ما لهمش فيها بيشجعوا واحنا معاهم. الحمد لله عشنا وشفنا من 2006 لحد النهارده اللي مالهمش فيها بيحكموا البلد، بس احنا مش معاهم. فدي الخلاصه النهارده، حمله الاعلانات بتاعه كاس الامم 2006 في القاهره اللي مالهمش فيها الحمد لله شفناها، مش حمله اعلانات، شفناها كده متجسده في شخص عبد الفتاح السيسي اللي مالوش فيها، لا ليه في سياسه ولا ليه في اقتصاد ولا ليه في حكم ولا ليه في حل مشاكل. انتوا السبب، انتوا اللي بتخلفوا كتير وانتوا اللي هتحلوا المشاكل مش هو. بس هو مطمئن جدا بالله، وهو واثق جدا في الله، وعنده يقين، مخزون الرضا عنده طفحان علينا كل يوم. فالحمد لله الراجل بيقول لكم لا يا جماعه، انتوا المفروض ما تخافوش، وانا مطمئن وانا مش موافق على خوفكم، مع انه كان سعيد جدا بقلقك عليها من اسبوعين بس في الكاتدرائيه. قال لك انت قلقان عليها؟ انا سعيد بقلقك عليها. ما تفهمش ايه اللي حصل له في الاسبوعين، الجنيه تقريبا الدولار قفز عليه، فما بقاش سعيد، فبقى مش موافق على قلقك، فلو سمحت موت وانت ساكت. بعدين بنيجي بقى للماستر سين بتاع الحلقه، السيسي بيقول لكم معلش. نتابع. اوعى ابدا يا اهل مصر حاجه تاثر فيكم، ولا حد يتكلم يخوفكم ويقلقكم ابدا. بس انا بقول للرجال، وبقول كمان للمراه المصريه، كلنا مع بعض كده نحط ايدينا في ايدين بعض وننظموا اكتر معلش، واستحملوا اكتر معلش، بس ويخليكم ربنا يخليكم ويحميكم ويبارك فيكم، امين يا رب. الحمد لله انتقلنا لمرحله الشحاته بقى، اللي هو معلش
استحملوا اكتر، ربنا يبارك فيك ويخليك ومش عارف ايه، ولا ربنا ما يوقعكم في دي، او عارف انت اللي هو الاسلوب بتاع الشحاتين ده. هو الراجل اصله كان بيشحت امبارح في الامارات، فجاي بقى بيشحت من المصريين، لا معلش استحملوا شويه، معلش ما ادونيش فلوس، والله الرز خلص، وشفت السعوديه احرجتني ازاي امبارح، والامارات قالت لي حنن، يعني الدنيا صعبه زي ما انتم شايفين. الراجل بيعيش ايام صعبه يا جماعه، الشعب المصري لازم يقدر ان عبد الفتاح السيسي بيعيش ايام صعبه جدا. طيب تعال نشوف كده كمان وهو بيتكلم، الراجل مزنوق، فلما بيتزنق السيسي بيعمل ايه؟ بيتكلم على ثوره يناير او الجيش. تعال نشوف قال ايه. اسمعوا، عايز اقول لكم حاجه، انتوا هتبقوا مسؤولين عن بنود عندكم خطوط قصف، يعني انك انت تشكل في فصيلتك او في سريتك او في كتبتك او في الموقع اللي انت بتشتغل فيه، تشكل روح ايجابيه وفي حاله فعل كويسه في كل الاوضاع، مش العسكريه بس، لا العسكريه والمدنيه، حياه الناس، مش عندك جندي موجود ليه بيت وليه اسره بره. طب انت لو ما كنتش تبقى قادر، لو تفاعلت معاه على ضوء ظروفك انت هتظلمه، لكن في قدر مصالحه بالذات القائد اللي بيستطيع ان هو يشكل راي عام ايجابي داخل وحدته ده بيبقى قائد ناجح. بس اسمع، اوعى تفتكر انك ممكن تعمل حاجه زي ما تكون قدوه مثلا، من غير ايه؟ انت اول الناس، فربنا يوفقك ان شاء الله. سيسي بيقول لك معلش، ايه رايك؟ ده سؤال حلقه النهارده. وخلينا نبدا مع فتحي من مصر. اهلا بيك يا فتحي. احمد فتحي يا فندم. احمد فتحي، اهلا بيك يا احمد. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا. يا دكتور اسامه، بقى انا عايز اعرف يعني هو معلش على ايه؟ ما عايز افهم بس، هو يعني قصده معلش على ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني هو يقصد معلش دي معلش ان الظروف الصعبه اللي احنا فيها، ولا معلش على الناس اللي العمر ضاع، ولا معلش على الثوره اللي ما تحققش اي هدف منها، ولا على ايه؟ ما انا مش عارف معلش على ايه بصراحه، انا مش فاهم هو الراجل ده يقصد ايه معلش. هو بيقول معلش استحملوا الظروف شويه يا احمد. نستحمل ايه بقى يا دكتور اسامه؟ ده ما احنا ده يعني مش عايز اقول لك، احنا خلاص الكيل طفح بينا، واحنا انا مني واحد انا مش طايق حتى اشوف وشه على التلفزيون ولا اشوف وشه في الاخبار، ده لما بتيجي صوره قدامي ببقى بلع السلسفين اللي جابوه بسبب الظروف اللي هو مخلين الناس عايشه فيها، وبسبب المعيشه الصعبه والدنيا الصعبه، وبيطلع يضحك ضحك هستيري. انا ما اعرفش هو بيضحك على ايه، يعني نفسي اعرف هو بيضحك على، يعني بيضحك على الشعب بتاعه، ولا بيضحك على الناس اللي بتبقى معاه في المؤتمرات، ولا بيضحك على ايه بالظبط؟ مش فاهم. طيب بشكرك جدا يا احمد. احمد مش فاهم سيسي بيقول له معلش على ايه بالظبط ولا ايه. بسام من المانيا، اهلا بيك. بسام يا بسام. طيب ابو علي من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو علي، انت على الهواء، اتفضل. ازيك يا دكتور، اخبارك؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. الله يكرمك، منور الشاشة والله يا دكتور. ربنا يخليك يا رب بنورك. الله يكرمك. والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو عمال يقول معلش ومعلش ومعلش، واستحملونا واستحملونا، والحكومة ومفيش دولة بتسقط من غير الحكومة. أمال إيه اللي يا دكتور، إيه اللي بيسقط البلد؟ الحكومة ولا الناس اللي بتسقط البلد؟ الناس. وبعدين يا دكتور عمال يتمسح في المرأة مرة واثنين وثلاثة، والست المصرية وهتشيلني وهتشيلني وهتعملني. الست المصرية اللي بدأت تاكل من الزبالة، والناس اللي بدأوا ياكلوا من الزبالة، احنا هنقول له معلش على ايه بس يا دكتور؟ وبعدين احنا ان شاء الله ان شاء الله لنا امل في امهاتنا واخواتنا، والست المصرية لنا امل فيهم كده يعملوا زي الجماعة بتوع الارجنتين كده ان شاء الله كده، ويطلعوا هم عليه ياكلوه، بدل هو ما عمال يطبطب عليهم، وكل ما يطبطب عليهم يوديهم في ناحيه تانية ويرميهم وياكلهم من الزباله يا دكتور. احنا هنعمل ايه يا دكتور؟ شكرا جدا يا بسام، شكرا جزيلا. معانا عاطف من مصر، اهلا بيك يا عاطف. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور الله يخليك. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا عاطف. ايوه دكتور اسامه. اهلا وسهلا، اتفضل. مع حضرتك يا دكتور اسامه، معلش على ايه ولا ليه يا استاذ دكتور اسامه؟ الراجل ده خلاص، الراجل ده خرب البلد، خرب البلد وخرب الدنيا بحالها يا دكتور. الو كمل يا عاطف، انا سامعك، كمل. نعم دكتور معاك، معلش.
يا دكتور الراجل ده خرب البلد وغلى كل حاجة وخلانا مش عارفين حتى لا ناكل ولا نشرب. يا دكتور أسامة في ناس بتقف على السوبر ماركت دلوقتي تشتري بخمسة جنيه سمنة، خمسة جنيه سمنة بتشتري نص كيلو سكر. الراجل ده غلى كل حاجة علينا، الراجل ده جاي يهدم مصر. ما هو عاطف الراجل اتكلم في القصة دي وقال لك يا أستاذ أحمد احنا لازم نشتغل بالصبر والفهم، الأزمة اللي حصلة احنا مش السبب فيها، احنا ضحية لأزمة عالمية رفعت الأسعار في العالم كله. ايه رأيك يا دكتور أسامة؟ ده راجل كذاب، ده راجل من يوم ما جه هو بيكذب علينا، من يوم ما جه ومسك البلد دي وهو بيكذب علينا. الراجل ده كذاب، كذاب في كل حاجة. الراجل ده بيتنفس كذب، بياكل كذب، بيشرب كذب. يا دكتور أسامة كل حاجة غلاها علينا، كل حاجة غلاها، ما خلاش حاجة للغلبان خالص لأي حد. بشكرك جدا يا عاطف من مصر، شكرا جزيلا. معنا أبو إسلام من أمريكا، أهلا بيك. أبو حسام عفوا، أهلا بيك. أهلا وسهلا. معك أبو حسام من أمريكا. أهلا وسهلا يا فندم. أنا عايز أقول إن السياسة معلش دي امتداد. سمعني يا دكتور أسامة؟ سمعك كويس، تفضل. عايز أقول إن كلام الفارغ اللي بيقوله السيسي دي معلش امتداد لسياسة الفشل من يوم الانقلاب العسكري إلى الآن، وده طبعا شهادة إنه فاشل على كل المستويات، وإن أصلا حكمه غير شرعي لأن جه على ظهر دبابة. فنقول اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر وزلزل الأرض تحت أقدامه وأرنا فيه آية، واللهم ثورة ثم ثورة ثم ثورة، وربنا يبارك في مصر ويحفظها وتكون نهاية هذا الطاغوت عن قريب إن شاء الله، اللهم آمين. وشكرا. أشكرك جدا أبو حسام من أمريكا. في رسالة جايالي بتقول لي معلش خليه يرمي للكذا بتوعه ويحش شتيمة. طبعا يا دكتور أسامة بقالك كتير مش بتقرأ رسائلي، بالمناسبة معلش ياريت حضرتك تبلغه خمس كلمات فقط وهم معلش البلد قفلت زي الدومنا اللي بتتلعب على القهاوي، خلاص الجيم قفل زي ما بيقول. طيب معنا دكتور أمينة من هولندا، أهلا بيكي. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش على ايه بالظبط؟ يعني يا ريت يقول معلش من 2014 على ايه بالظبط؟ معلش على القتل ولا على الاعتقال ولا على الجوع ولا على انتهاك الاعراض ولا على السحل وعلى اهانة كرامة البلد في كل حتة. اولا مصر تقزمت، مصر ما بقتش مصر خالص. يعني كنا بنفتخر زمان ان ما كنتش تقول في اي بلد انا مصري، دلوقتي مش قادر تقول انا مصر لان عندك قزم حكمك، انت عندك واحد مهان وهاين البلد حكمك. احنا ما بقناش لينا كرامه لا جوه ولا بره. معلش على ايه؟ على اي حاجه واحده فيهم معلش؟ على الناس مش لاقيه تاكل حاليا معلش، ولا على الناس مش مكفيها حتى اللي بتبعت من بره سواء زكاه ولا صدقات ولا اعانات مش مكفي؟ معلش على اني واحده المفروض يقول مني معلش؟ معلشات كتيره قوي، وحتى لو قال معلش من هنا لغايه بكره احنا مش مقابلين معلش منه. احنا قوينا بكرامتنا. الناس بتقول الحاجه اللي غلت، لا الناس اللي رخصت، مش الحاجات اللي غليت، البني ادم اللي رخص. لغايه امتى هيفضل يقول معلش واحنا مستحملينه ساكتين؟ امتى الناس تقوم وتقول لا انا مش عايزك ومش طايقك، عايز اشوف اي حاجه تخصك اصلا من الاي تو زد منكم كلكم، لا انت ولا حكومتك ولا اي حد دعم ليك، احنا مش عايزينكم. يحلوا عن البلد عشان البلد تقف على رجلها. انت البلد هتاخد سنين طويله عشان تقف على رجلها، عشان ترجع مصر تاني رائده للامه العربيه. وعلى فكره الحمد لله يا رب ما زال لغايه دلوقتي اللي بيفهم بره بيقول لك مصر لازم تقوم، لان عدم استيقاظ مصر تدمير للعالم العربي كله، وده شيء على فكره مش غريب على حد. ما هي مصر لازم تقوم، هي القلب. ما هو احنا دلوقتي ميتين اكلينيكيا، يا دوبك عايشين على جهاز تنفس. وانت فاهم يا دكتور طبعا، يعني انت طبيب وفاهم وعارف ان مصر عايشه على جهاز تنفس صناعي. لحد امتى هيفضل معلش يغور يبعد عننا؟ خلاص ما بقاش حد طايقه لا بره ولا جوه. حتى بقى عبء على اللي هم بيدعموه اصلا، عبء على الدول العربيه وعبء على الدول الاجنبيه. الوحيد اللي مش عبء عليه اللي كان الصهيوني، هو مش عبء عليهم طبعا، ده بالنسبه لهم افضل حاجه خلقت على وجه الارض لانه منه فيهم ذريتهم بعضها من بعض. لكن احنا معلش ليه؟ على اساس انت طب عايزين واحده بس معلش نقول ليه؟ عايز ابرر له، ابرر له ازاي؟ تقدر تقول لي ابرر له ازاي؟ ولا حاجه خالص تخليني ابرر له.
لا هو شايف، هو شايف ان في ازمه عالميه دكتوره، وشايف انه الاسعار زايده في كل حته في العالم، وبيطالب حضرتك طالب المراه المصريه ان انتوا لا لازم تساعدونا، ولازم يعني تستحملوا شويه معلش، ولازم تقفوا جنبنا شويه معلش. اكتر واحده انتهكت المراه المصريه في عهده، اكتر حد انتهك في البلد المراه المصريه، العيال البنات الصغيرين اللي محبوسين اللي اعراضهم انتهكت جوه المعتقلات، المراه المصريه اللي بتلف من الفجر عشان تجيب رغيف عيش لاولادها، المراه المصريه اللي بتاكل من الزباله. يا دكتور المراه المصريه ايه اللي اتكرمت توقف جنبه؟ محدش طايقه يا دكتور، يا دكتور خلاص هو جاب مش اخر الناس. انا صعبان عليا جدا الناس جدا لاقصى درجه تتخيلها، بس ما يعني ما اعرفش يمكن تحصل كده صحوه زي في الارجنتين والستات هي اللي تقوم، يبقى فعلا يعرف دور المراه ايه بجد بقى بجد. شكرا جدا دكتورة أمينة من هولندا، شكرا جزيلا. معنا إبراهيم من ألمانيا، أهلا بك إبراهيم. أسامة السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا رب، ويعني برنامج بتاع حضرتك إحنا بنستناه يعني يوميا. أشكرك، ربنا يبارك في حضرتك. والله يا دكتور أسامة، هو الحقيقة يعني إحنا يعني مش عارفين الراجل ده عايز مننا إيه. يعني بيفضل يقول لنا استنوا ل 2020 2050 2060 2070. والله يا دكتور أسامة لو قعد 100 سنة ما هنشوف منه خير. ده واحد جاي من مؤسسة عسكرية مش فاهم غير صفة وانتباه. يعني مهما قعد ومهما وعد وقال لنا هتشوفه ومصر هتبقى جميلة، دلوقتي بيقول لنا بطلوا هري، ما فيش منه خير. والله لو قعد 100 سنة ما في منه خير. يعني المرحلة اللي مصر وصلت ليها حقيقي بقت مرحلة صعبة بشكل غير طبيعي، خاصة على الناس الموجودين، على الناس المغتربين اللي بره مصر، مش عارفين نحول فلوس مصر، بنروح السفاره بيطلب مننا ضعف اللي كنا بنطلبه في الاول بدون اي سبب، ده لو السفاره اصلا لقيتها شغاله. اسباب صعبه، يعني الواحد حتى بره مصر بقى قاعد خايف اكتر من اللي جوه مصر، لانه طبيعي يعني طبيعي ما فيش كرامه جوه، فطبيعي يعني ما حدش يحترمك جوه فما حدش يحترمك بره. فاهم قصدي؟ فيعني مرحلة صعبة، احنا مش عارفين الكابوس ده هنخلص منه امتى الحقيقة. كابوس اللي السيسي بيعمله في مصر والخطط الممنهجة اللي طب معلش ابراهيم، يعني خليني انا كمان اقول لك معلش اهو. هو الراجل بيقول ان انتوا خايفين، الشعب المصري خايف وقلقان، بس هو الحقيقة مش موافق على الخوف والقلق ده، لان دي مش اول ازمة نعدي بيها، وانه الحل مش عند الرئيس ولا الحكومة، الحل عندكم انتوا، الحل عند الشعب المصري. ايه رأيك في الكلام ده؟ هو فعلا الحل عندنا احنا، لانه احنا اللي صبرنا واحنا اللي سكتنا على حق الدكتور مرسي، ان احنا مشينا في ان الراجل ده يتهان بعد 2013، وان هو يموت بالشكل ده، وان احنا مشينا ان احنا نتامر عليه، وسكتنا السنين دي كلها، وسكتنا على 100,000 معتقل، وسكتنا وساكتين من 52 على انتهاكات بتحصل في عقولنا. هو الراجل يعني استنفذ كل الخطط اللي عنده داخليا وخارجيا، ومع الاشقاء ومع الدول اللي موجوده حوالين المنطقه، مش لاقي حل تاني. فهو ماسك في اخر طرف خيط للشعب المصري، انجدوني انتوا الحل، بس محدش هينجده. بشكرك جدا يا ابراهيم من المانيا، وسعيد بمداخلتك. معانا ابو عبد الرحمن من المنصوره، اهلا بيك. أبو عبد الرحمن معنا؟ طيب أحمد من مصر، أهلا بك أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الله يخليك، منورنا ومنور الشاشة. ربنا يخليك، منورة بيك والله. الله يخليك يا دكتور، والله الذي لا إله إلا هو، واحد من أسبوع أو من خمس ست أيام فرحت آخر فرحة. لو قلت لأبوك جدك أيا كان بيحب السيسي حب موت، اقول انا بدات نكرهه، بدات لسه بادئ تكرهه يا دكتور. ده احنا في مرار، المشكله مش في السيسي بس، المشكله في الناس. حتى لما تروح مصلحه حكوميه يبقوا عارفين ان قراراتها كلها غلط ولازم ينفذوا. طب ليه انت تضرني انا
عشان السيسي، عشان هو قال حاجة. ليه انت تضرني؟ تضر الشعب، تضر الناس كلها، ولازم الرشوة مالية الدنيا. لو قلتك على قصة من 10 سنين يا دكتور، قبل ما تقول لي على القصة حق احمد، بس عايز اسألك سؤال. هو الراجل النهاردة طالع بيقول لكم يا جماعة لازم نتحلى بالصبر والفهم، لازم نعرف ان دي أزمة عالمية، وان الأسعار غالية في كل حتة في العالم، وان هو مش موافق ان الشعب قلقان. انت لما سمعت الكلام ده منه ايه رأيك فيه يا دكتور؟ الأسعار غالية ازاي في العالم كله؟ واحد من في الكويت، من الكويت، أنا أسأله من مدة أسبوع عن كلمة، أقول له الحال عندكم، قال لي الحال ده بزفت. إزاي؟ أقول لي الفرخة بقت بدنار وميت فلس، الفرخة بقت بدنار وميت فلس. قلت له طيب المواطن الكويتي هياخد كام؟ سيبك منك أنت أو من غيرك، أنت تاخد لك 700 800، ولو جبت في الشهر 200 فرخة مش هيأسروا معك، ولكن أنا أتكلم على الكويتي. قال لي بياخد من 2500 3000 في 5 في 10 زي عندنا. طيب لما واحد يكون لما أنت بتاخد 5000 جنيه في مصر، لما أنت بتاخد 5000 في مصر وتجيب الفرخة ب2 جنيه بخمسة جنيه، مش هتأثر معاك يا دكتور. انت حسبت حسبة الأسبوع من مدة أسبوع، الحسبة لمؤاخذة معلش مع احترامي ليك غلط، لأني كنت تجيب كل حاجتك الشهر كله ما تكفلش، ما تكملش الألف جنيه. ف ف ف ف فالحسبة اللي انت سيادتك حسبتها فيها غلطات كتيرة. قلت 5 كيلو لحمة وخمس مش عارف كام وعشر فراخ، انا حسبتها اكتر من كده بكتير، حسبت الكهرباء والمية والاكل، وزاد في الاخر كام؟ 170 جنيه 130 جنيه من الالف. قلت دي خليها للفاكهة بعد كل حسابات الأكل الشهر كله والمية والكهرباء. قلت خلي 130 جنيه دول هميت الإيه للفاكهة. طبعا ما تجيبش فاكهة كان 130 في الشهر في الأيام دي. النهاردة 4 كيلو لحمة بس، 4 كيلو لحمة في مصر، احنا عندنا 200 في مصر، في القاهرة في حتة 250، يعني 4 كيلو لحمة يا دكتور حق الشهر كله كامل أكل وشرب وكهرباء ومية وكل حاجة. فيعني ربنا ينقذنا، وياريت تقول للناس خفوا شوية عن الناس، أرحموا من يرحم في الأرض، أرحموا من في السماء. لأن أنت تروح المرور عاوز تطلع مصارينك ويقول لك خدوا 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 خدوا. مشكورك جدا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. طبعا إحنا لما بنحسب حسبة بنحسب على يعني الحد الأدنى للكلام، الأرقام طبعا بتختلف من مكان لمكان ومن حتة لحتة، فهي مش بتبقى غلط ولا حاجة، بنبقى يعني عاملين لها إعداد كويس ومدققين الأرقام كويس. لكن في ناس بتقول لا ده أنا حسبت وزودت عليهم مش عارف كذا، ولا قالين كذا الكيلو مش عارف كان بكذا، فده وارد طبعا. طيب معنا حسام من ألمانيا، أهلا بك يا حسام. يا أستاذ أسامة أهلا وسهلا. والله يا أستاذ أسامة ده عامل زي الطالب الفاشل اللي دخل امتحان وسقط مرة واثنين وثلاثة ويروح يقول لأبوه معلش المرة دي المرة الجاية. طب ما انت صائد مش نافع، ما انت حاولت كذا مرة وما نفعتش، دي حاجة. وبعدين بيقول لك الأسعار في أوروبا والدنيا غالية، لا غلط، ده كده لأن عايشين في ألمانيا الأسعار بيكون 4 سنت 5 سنت 60 سنت 70 سنت 1 أورو، هي دي الأسعار اللي بيحكي عليها الأستاذ. وبعدين ايه انت كذاب من الاول، تقول لك انت بطل فيه وانت يعني دي جول والأيزنهاور، تقولك بطل على ايه؟ دخلت حرب ولا بيقول لك انا مش شر ايه والكلام الفاضي ده؟ العرض دي ما بتفهمش ولا بيضحك على الناس ولا ايه؟ طب معلش فاشل. معلش يا حسام، يعني هو فاشل. بص يا حسام، امبارح كان كنت بعرض حاجه لواحد من الاذرع الاعلاميه بدون ذكر اسمه، كان بيقول ان ازازة الزيت عندكم كانت بحاجة و60 سنت بقت ب3 يورو وشوية، يعني اتضاعفت 5 مرات. شفتوا الاسعار مش بتغلى عندنا، محدش قال المانيا اقتصادها واقع ولا مش عارف كذا. يا جماعة دي ازمة عالمية ولازم تفهموا ده. إيه الارقام دي صح عندكم؟ عندكم ازمة في الاسعار كبيرة؟ لا كذب، ده كذب. إيه لما كل الازازه كنا بنجيبها ب 99 سنت الزيت، يعني 99 سنت، دلوقتي بقى الاورو 70 الإزازة. يعني مش كتير. وبعدين العالم بتاخد مرتبات، يعني احنا الشهر دوت دخلنا كل واحد مننا 300 يورو للغاز، 300 يورو مع يعني معونة، ده كدابين. العالم كلها عايشة في ألمانيا، ما فيش واحد جعان، ما فيش حاجة زي كده، والأسعار حلوة. يعني انت بجيب كيلو الطماطم بجيب 1.5 أورو، يعني وبعدين بتاخد معونة الايه، معونة سكن واولاد وكل حاجة.
وده كذب. وبعدين عاوز يعمل اسعار البترول، عاوز يعمل اسعار عالميه. طب انت بتدي لي راتب عالمي عشان تعمل اسعار عالميه؟ طب ما تدي لي الراتب اللي بياخده في اي دوله اوروبيه. كذب في كذب، وكل ما ده يكذب ويكذب ويكذب. الراجل ده ما عندوش دم، يا بارد بارد ما تصور. يعني يا حسام شكرا جزيلا ليك وراحت الصوره. مدام سهام من ايطاليا اهلا بيكي. مساء الخير دكتور اسام. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. انا امبارح اخر واحده ندحت عليها وهم قطعوا. والله لا، قالوا لي ان الخط فصل، فما ما حدش قطع ولا حاجه. طيب بص يا دكتور اسام، انا كنت نفسي امبارح ادخل، بس انا هقول لك مداخله بسيطه. معلش يا سيسي، افرج عن ابن الست اللي انت قفلت الحلقه عليها، افرج عن المظاليم وربنا هيفرجها عليك. أنا بقالي يومين بدعي لها وبدعي لابنها بدون معرفة. افرج عن الناس المظلومة، ربنا هيفرجها عليك وهتتحل، ليك ولكل الناس اللي ما وقفتش قدامك إنك ظلمت كل العدد ده، فجيت دور عليهم في الظلم، إن بتوع الورق لما وقفوا البلد كلها ما وقفتش جنبهم. أنا بقالي ليلتين بعيط على الست دي. أنا ليا ابني وهو نور عينيا، وعارفة اللي هي بتقوله، عارف يعني إيه أم بتقول لك وش ابني وحشني؟ ربنا يخلي لك أبوك وأمك، مش هطول عليك. شكرا جزيلا مدام سهام من إيطاليا. محمود من مصر، أهلا بيك يا محمود. إزي حضرتك عامل إيه؟ أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور؟ وحشنا والله يعني، ويا ريت يا رب تتحل الأزمة اللي مصر فيها يا رب. ويا ريت تحاولوا تتكلموا في موضوع الدكتور استاذ حسام الغمري. حاضر نتكلم يعني في موضوع. وعايز اقول حاجه للاستاذه اللي كانت بتتكلم لسه من شويه، هو مش هيفرج عن حد، هو هيطول يبيع البلد كلها، وهيطول يحبس البلد كلها ويموت اللي هو عايزه، هيموت. هو مش مصري يا جماعه، هو مش مصري. هو بيتكلم وطلع وعد قبل كده، اتكلم قال انا ما وعدتكوش بالسمن والعسل، انا ما وعدتكوش مش عارف بايه. يا جماعه هو مش مصري يا جماعة. لازم نتكلم في حملات، لازم ندشن حملات يا أستاذ دكتور أي أسامة. فين الحملات اللي احنا بنعملها؟ المقاولات، قطاع المقاولات، أنا شغال في المقاولات، قطاع المقاولات كله واقف، كله بيتكلم يعني مفيش شغل. حتى مشروع تبطين الترع كله بايظ، هو كل مشاريعه كلها بيرميها في الأرض. يا دكتور يعني لازم ندشن حملات، يعني حرام اللي بيحصل في مصر يعني. طيب شكرا جزيلا لك يا محمود، اشكرك. معنا حسام من مصر، اهلا بيك يا حسام. السلام عليكم دكتور اسامه. عليكم السلام. محمد مش حسام بصراحه، محمد. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. اولا انا بس عايز اتكلم في نقطتين. النقطه الاولى هو نقول له بس على ربنا على السؤال بتاع حضرتك. معلش انت تستاهل لسيسي، طبعا انت تستاهل شعب احسن مننا. ده يمكن كوميكس نازل كتير قوي في السوشيال ميديا، يعني انت تستاهل سيسي شعب احسن مننا واطيب مننا، وتستاهل كل حاجه احسن مننا. يا ريت بقى احنا شفنا ناس وحشين، يا ريت تسيبنا خلاص كده وتشوف لك شعب تاني يحترمك، شعب تاني يفهمك، وكتر خيرك كده. شكرا وخلاص كده، احنا خلاص جبنا اخرنا بصراحه معاك. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يعني بصراحه لفت نظري ان في معرض الكتاب 2023 القاهره فتح يعني كان زمان يقول اسعار رمزيه للكتاب، دلوقتي بيقول بتقسيط. الكتب نازله بالتقسيط يا دكتور. الكتب نازله بالتقسيط على بنك مصر يا دكتور. يعني احنا وصلنا لحد لا يعني بصراحة احنا عارفين نعمل ايه مع الراجل ده. تالت حاجة يا دكتور، انا شايف ان احنا علينا لود كتير او علينا حمل جامد جدا كشعب. احنا ازاي ساكتين اصلا بالطريقة دي؟ احنا ازاي احنا يعني مش بنقف وقفة؟ احنا مسامحين لنفسنا ان احنا نعيش بالطريقة دي ازاي؟ هو خوف. انا شايف ان في مؤشر ايجابي يمكن الفتره اللي فاتت دي، ان الناس بدات تطلع تعمل فيديوهات كتير تتكلم ومش خايفه. الناس لو ما خافتش وكلمت حتى هيعملوا لها ايه؟ هيسجن قد ايه؟ هيسجن 2 مليون 3 مليون 10 مليون؟ لازم الناس تتكلم، وانا اولهم. لازم الناس تتكلم وما تخافش.
في فئة جامدة دكتور، خلينا نقول في فئة جامدة في المصريين مش راضي عليه، بس هي يعني الدنيا مش متأثرة باللي بيحصل. في فئة مش هنقول قليلة ولا هي كثيرة، بس في فئة عادي جدا عندها الغالة عادي، معها فلوس ممكن تشتري وتبيع وتاكل وتشرب عادي. أكثر حاجة دكتور بصراحة يعني احنا شايفين احنا 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 ظلمنا حد كويس جدا كان ممكن ان احنا نقف في جنبه، وده يمكن ده الدم اللي حصل في 2012. شكرك. ده مؤثر جامد جدا. شكرا جدا يا محمد، شكرا جزيلا. في 2013 طبعا في مذبحة رابعة العدوية. طيب أقرأ بس الرسالة بعدين أرجع للاتصالات. أقول لسيادة الكذا معلش ما يقولهاش للفاشل أو العقيم الذي لا يستطيع عمل أي شيء، ممكن أقبل منك معلش لو عادت الأشياء كما كانت. على سبيل المثال عودة النيل، تيران وصنافير، سعر الدولار، عودة الشركات، المصانع، عودة قتلى رابعة العدوية والنهضة، عودة المعتقلين من السجون، عودة الأعوام الماضية من عمرهم، عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، عودة الاقتصاد الذي تم الاستحواذ عليه من القوات المسلحة إلى ميزانية الدولة، عودة الغاز الذي أعطيته لإسرائيل وبعد ذلك بتشتري منهم. أنا بقول لك معلش إحنا مش هنسيبك، لا أنت ولا الجنرالات ولا كل اللي نصرك وأيدك بكلمة اللهم ثورة. دي رسالة مهمة من الرسائل اللي جت لنا. مصطفى من ألمانيا، أهلا بك يا مصطفى. دكتور أسامة مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني حضرتك لا تتخيل برنامج آخر كلام بيعمل إيه يعني حي لناس كتير في مصر، فربنا يوفقك كده ويكون في استمرارية يا رب الفترة الجاية. شكرك. أنا مش هطول على حضرتك في دقيقتين، هتكلم في موضوعين سريعا. أول موضوع بالنسبة للإعلامي الغير معروف اللي كان تكلمت عنه مبارح في حلقة إزازة الزيت. إحنا هنا في ألمانيا وأنا حقيقي شفت أكتر من حد يتكلم على نفس النقطة، بس أنا برضه حبيت أن أنا أضيف يعني كلام عليها تأكيدا ليهم، هم مشكورين طبعا. لو حتى إذا الزيت وصلت لخمسة يورو أو لستة يورو أو لسبعة يورو، فدخلك هنا يسمح لك أن أنت تشتري 20 إزازة زيت، لأن أنت بتلاقيها متوفرة وتلاقيها بسعر كويس وأنضف 100 مرة من اللي هو كان بيتكلم عليها. المرتبة هنا تسمح، الضرائب هنا يعني كل حاجة هنا لها نظام، هتعرف تجيبها بتكلفة مش كتيرة وبخدمة كويسة جدا. فهو كل الكلام اللي كان بيقوله ده كده، هو مش فاهم حاجة، دايما بيقارن نفسه بالدول الخارجية عشان هو مش لاقي مخرج للي هو فيه. طب أنا عايز أسألك، سؤال يا مصطفى، عايز أسألك سؤال. لو أولاف شولتز طلع بكرة قال لكم في مشكلة كبيرة جدا مع روسيا، فمعلش يا جماعة استحملونا، لازم الصبر، لازم الفهم، مسؤولية المشاكل اللي في ألمانيا دلوقتي مش مسؤوليتي، مش مسؤولية الحكومة، وأنا مش هحلها، الحكومة مش هتحل حاجة، أنتوا اللي هتحلوا الأزمة، فمعلش استحملونا شوية. معلش والله يقول لي يعني أنتوا في ألمانيا الناس هتتعامل مع خطاب زي ده من رئيس الحكومة إزاي أو المستشار الألماني إزاي؟ طيب هو بس يا دكتور سما، أولا ده يعني لو حصل خلينا نحط افتراض أنه لو حصل، أنه عمره ما يحصل هنا، بس لو حصل لازم يكون في حل بديل هنا، لازم يقدم حل بديل. بيقول لك ده مش موجود، في حل بديل ليه فورا. لو ما فيش حل بديل ليه بيستقيل المسؤول على الفور، بيمشي وبيجيبه حد مكانه ويحل المشكلة، لأنه يعني كل سوبر ماركت هنا فيها كل حاجة وفيها كميات بشكل غير طبيعي. وأي نعم في زيادة في الأسعار، خلينا برضو نتكلم بعقلانية شوية، في زيادة في الأسعار ولكن مش بالمنظور اللي هم بيوصلوا للناس في مصر، ده العالم بينهار، تستحملوا الكلام ده غلط. الناس عايشة كويس والناس من حقها ان هي تقول كفاية ومن حقها ان هي تقول لي غيري، وده بيحصل هنا اوريدي عن طريق ناس بتعمل تجمعات وناس مش عاجبها الوضع، يعني رغم اللي هم وصلوا ليه ده هنا برضو بيعملوا مظاهرات. بشكرك جدا يا مصطفى، شكرا جزيلا، اتمنى تكون موجود معنا دايما. ابو ماهر من مصر اهلا بيك. طيب عماد من مصر اهلا بيك يا عماد. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور اسامه؟ اهلا وسهلا، ازي سعادتك؟ الله يخليك. الحمد لله بخير. اقول لحضرتك هو السيسي بيقول معلش، فانا هرد عليه بحاجه بسيطه بس، وحضرتك يا ريت تجيبها. اثناء تفقده للطلبه في الموقع بتاع التدريب اللياقه البدنيه، كل القاده وهو لابسين براندات عالميه كلهم، مفيش براند مختفي، مفيش براند مختفي. انت حضرتك عارف
بدون ذكر اسماء اذكر عشان ما اعملش اعلان، يعني اقل ترنج من الترنجات اللي لابسينها دي وكوتش من الكوتشات اللي لابسينها دي بمبلغ وقدره. يعني هو الجيش اللي صنع كل حاجه ما قدرش يصنع ترنجاتي بصوره بقاده الجيش وهم واقفين مع الطلبه ويورينا احنا ان احنا ده صناعه الجيش، ونلبس حتى الملابس العسكريه واللي منها الرياضيه تبقى من صنع الجيش، لابسين كل البراندات. انا خايف يكونوا بياخدوا كوميشن من الشركات دي عشان يلبسوها اثناء المناسبات دي، عشان يلبس الاديداس ولا البوما ولا اسامه عسكر مثل كوست. بكام ده؟ حضرتك عارف الترنج بكام بعد ارتفاع الدولار؟ عارف بكام دلوقتي في مصر؟ عارف ثمنه كام؟ كام؟ ب 25 و 30000 جنيه. الكوتشي اقل كوتشي دلوقتي ب 7000 جنيه 8000 جنيه و 20000 جنيه. انا بكلمك في ارقام يعني برضه يعني اهو يعني بحاول اخفف. يعني واقفين كلهم لو تجيب الصوره الخلفيه يعني وهو واقف السيسي وبيكلم الطلبه واقفين وراها القاده كلهم كلهم لابسين براندات. الحقيقه دي يعني ملاحظه مهمه يا عماد والله انا بشكرك عليها جدا، ملاحظه في مكانها الحقيقه. صحيح انت طالع تقول للناس معلش شوف انت لابس ايه. شكرا جزيلا ليك يا عماد، وبشكر كل اللي شاركونا الحقيقه في حلقه النهارده في الاتصالات وعبر الرسائل. اخر كلام في حلقه النهارده، هل يعاني العالم كله من ديكتاتور يبني نهرا اخضرا في الصحراء بينما لا يحرك ساكنا امام دوله تقوم بالملء الرابع وتغلق سنبور المياه من الاعلى؟ هل يعاني العالم أجمع من ديكتاتور يبني عاصمة ضخمة في الصحراء بينما لا يجد الشعب سقفا يحتمي تحته أو مسكنا يليق به؟ هل يعاني العالم كله من ديكتاتور ينهب القروض ويثقل كاهل البلاد بالديون بينما لا يجد الشعب ما يأكله أو يشربه؟ هل يعاني العالم كله من ديكتاتور يبني للشعب سجونا أكثر مما يبني مدارس ومستشفيات ومرافق حيوية؟ الحقيقة أن الإجابة لا. مصر تعاني من عبد الفتاح السيسي، سرطان جاثم على صدور الشعب المصري، ينهب خيراتنا ويلتهم موارد البلاد ويشرب يوميا من دم الشعب المصري الغلبان. أما الأسعار وأزمة الدولار فهي مشاكل يمكن لأي حاكم في الحقيقة لو كان محترما أن يتخطاها مع شعب من أعظم شعوب الدنيا، بس الحقيقة مش هيعرف يتخطاها غير في حالة واحدة بس، لما يغور ويرحل. تصبحوا على خير.